سنة 1952 في السويد بدأ البروفيسور برانك مان أبحاث استمرت ل 15 سنة على مادة التيتانيوم، لما اكتشف مدى إمكانية تآلفها والتصاقها بالعظم البشري وطور منها زراعات الأسنان اللي بدأها سنة 1965 واللي اعتبرت أحد أهم ابتكارات العلم في طب الأسنان الحديث، واللي حصل بسببها على عدد كبير من التكريمات والجوائز، كما حصل على أكثر من 30 منصباً فخرياً في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. أهلا بكم. برانك مان بالتأكيد قدم للبشرية شيء مهم جدا، التيتانيوم ده شيء في منتهى الأهمية في زراعة الأسنان، في منتهى الأهمية زراعة الأسنان كمان في تجميل الابتسامة. يعني الزراعة وتجميل زي ما بيقولوا وجهان لعملة واحدة. في الآخر أنا عايز أحصل على ابتسامة حلوة، عايز أحصل على أسنان جيدة. عملوا كمان دراسة مهمة قوي لقوا فيها أنه دوكة كامبريدج كيت ميدلتون هي أجمل ابتسامة في العالم. دي دراسة عملتها جامعة مجلة ميرور أو موقع ميرور، لقوا أنه كيت ميدلتون دي رقم واحد. رقم اتنين هي هولي ويلو ولغبي اللي هي عارضة الأزياء المشهورة. تالت واحدة هي شيرل فرنانديز دي رقم تلاتة. رابع واحدة جت أنجلينا جولي. شوف خلي بالكو انه يعني انجيل رغم ان هي الاشهر. ميشيل كيفن خدت المرتبة الخامسة، وإيما واتسون خدت المرتبة اللي بعد كده المرتبة السادسة، وجات جينيفر أنستون يعني الجميلة في المرتبة التي تليها. خلي بالكو انه الجميلات ابتسامتهم بتتغير جدا وبيزيد جمالهم لما يروحوا لدكاترة. كل دول سنانهم ما كانتش حلوة، كل دول خضعوا لعمليات تجميل الأسنان، كل دول لجأوا لتجميل الأسنان. خلي بالكوا أن تجميل الأسنان مهم جدا لحياة الإنسان حتى العادي، بدليل اللي احنا هنشوفه دلوقتي في موقف بيحصل مش شرط بالشكل ده في حتت كتير، بس ساعات يكون محرج جدا. تعالوا نشوف مع بعض. حضرة القاضي، حضرات المستشارين، أولاً وكلتي سعاد كانت غايبة عن العمل بأوراق رسمية، والأوراق موجودة، لذلك ألتمس المحكمة الموقرة بإعادة النظر بقضية موكلتي سعاد اللي ما شفناها تبتسم قط. أي أوراق رسمية تتكلم عنها؟ كل الأدلة والبراهين تثبت أن سعاد هي المتهمة. هي المتهمة. هي المتهمة. يا سعاد وين الدليل اللي تكلم عنه؟ دليل بالطريق. ها سيد القاضي، بهذا الدليل أعلن انسحابي من القضية. طبعا ده موقف كوميدي، يعني ما مش ما يعني ده دلالة على إن رد فعل اللي ممكن يكون عند إنسان لما يشوفش سنان مش حلو ممكن ينسحب. مش لازم من القضية ينسحب من القعدة، ينسحب من الخطوبة، ينسحب من الارتباط. النهاردة حوار مثير جدا مع ضيف عزيز عليا جدا ومبدع في مجاله، وبيسعدني جدا حواره العلمي الدقيق واجتهاده المتميز في أداء وظيفة مهمة جدا في عالم الأسنان. ضيف العزيز هو الأستاذ دكتور كريم مدحت. علاج المريض او نجاح الحاله اللي انت بتشتغلها دي بيعتمد جزء كبير جدا على الراحه النفسيه اللي موجوده ما بين المريض والدكتور بتاعه. مفيش دلوقتي فينير بدون تحضير. اللي احنا وصلنا له ان احنا بنعمل فينيرز بتخانه 0.4 مليمتر. الدكتور اللي بيعمل كل حاجه ده مش موجود دلوقتي، واللي بيعمل كده هو ما بيعرفش يعمل اي حاجه من الحاجات دي كلها. هي ديزاين وأجهزة وتكنولوجي ودكتور محترف فاهم هو بيعمل إيه، وفريق عمل بيساعد بعضه عشان يوصل للكلام ده كله. الدكتور كريم مدحت، استشاري زراعة الأسنان والتركيبات الثابتة، زميل كلية الجراحين الملكية، عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان.
اسمحوا لي نرحب بضيفي العزيز دكتور كريم مدحت. اهلا بك دكتور كريم. نور دكتور. بنور حضرتك يا دكتور ايمن. عايز ابدا الاول معاك، يعني هل طبيب الاسنان في بعض الاوقات يتحول الى طبيب نفسي؟ دي مهمه جدا النقطه دي. دي نقطه مهمه جدا جدا جدا. انا بشوف من وجهه نظري ان علاج المريض او نجاح الحاله اللي انت بتشتغلها دي بيعتمد جزء كبير جدا على الراحه النفسيه اللي موجوده ما بين المريض والدكتور بتاعه. انا بشوف ان النتيجه دي بتفرق بقد ايه، او الراحه النفسيه دي بتفرق في اكتر من 60%. تمام، هو متقبل الكلام اللي انت بتقوله، أوير وفاهم على وعي بالكلام ده، طالما هو مرتاح لك نفسيا متقبل الكلام ده وفاهم خطه العلاج بتاعتك. وكمان لازم ابقى فاهم الدوافع والدواعي بتاعه المريض ده ناحيه هو بيعمل تجميل، سواء بيعمل تجميل او بيعمل علاج او بيعمل زراعه، اكيد في دوافع ليه. الدوافع دي ممكن تكون للشكل، يعني نتيجة شكل أو مظهر أو شكل مش كويس، ممكن تكون دواعي مرضية. هو عنده مشكلة معينة في المعدة، سوء هضم بسبب سنانه اللي فيها مشاكل كتير. فلازم يبقى فاهمين الكلام ده عشان نعرف نتعامل مع المريض ده ونوصل بيه لأفضل نتيجة تناسبه، يبقى ساتسفايد 100%، يبقى راضي 100% عن النتيجة دي، وإحنا كمان نبقى راضيين 100% عن النتيجة دي. في عالم التجميل الماتيريال المستخدمة، يعني أقصد بالماتيريال الزاركون، الإيماكس، السيراميك، حسب بقى انتوا الحاجات اللي هي الجديده بقى. ده في حاجه دلوقتي جديده كمان هنبقى نتكلم عليها النهارده، في اللي هو الزيركون الاف اكس المالتي لاير. دي الطفره او التقدم الجديد في عالم السنان. هو بيجمع حاجتين، بيجمع ما بين صلابه الزيركون مثلا، دي الحاجه الموست ريسنت اللي هي اخر حاجه وصلنا لها دلوقتي، ما بين صلابه الزيركون والشفافيه والشكل الجمالي قوي بتاع الايماكس، بتاع الايماكس والبوستولين. بالظبط. بيديك الاثنين، بيديك الصلابه بتاعته وفي نفس الوقت بيديك الشكل الجمالي قوي بتاع الايماكس. ده مثلا مراحل التطور. هو اصلا نرجع لورا ونشوف مراحل التطور كان ايه. كان زمان الكراون، او ما كانش فيه فينير من زمان، الكلام ده انا بتكلم من 30 سنه او الكلام ده، 20 سنه 25 30 سنه ما كانش فيه طبعا فينيرز، ما كانش فيه الكلام ده. كانت كراونز. كانت الكراونز عباره عن متر معدن، طربوش معدني اللي كان بيتعمل في السنان اللي قدام دي، او سنه ذهب، ده اللي هو اسرياء القوم هي اللي بتعمل السنان الذهب. الموضوع تطور لانه ما بقاش شكل جمالي، بغض النظر عن الموضوع بيعبر عن ثراء او عكسه، هو مش شكل جمالي خالص. فبقت الحاجه للشكل الجمالي هي المطلوبه، فبدأنا السنة المعدنية دي أو التربوش المعدني ده نعمل له فيسنج. فيسنج يعني إيه؟ الواجهة بس من برة نحط عليها طبقة بلاستيك. الموضوع اتطور شوية لأنه هو مازال لسه مش هايجينيك، لسه مش متلائم مع أنسجة البق، مع اللثة، مع الأسنان، مع الحاجات دي كلها، وبدأ يعمل مشاكل مع الوقت. فبدأوا يطوروا في الموضوع وعملوا الفول فول كافرج بورسلين، هو برضو القلب بتاعه معدن بس غطوه كله بطبقة البورسلين عشان يبقى من برة ومن جوة الشكل جمالي. الموضوع تطور اكتر وقالوا لقوا ان المعدن ده، لقينا ان المعدن ده بكل بساطه هو مع الوقت بيعمل ديسكلاريشن، بيغير في لون اللثه على مرور السنين. تمام، لانه بيتفاعل مع اللثه دي بيغير في لونها مع الوقت. كمان هو اسناننا الطبيعيه اللي ربنا خلقها ما فيهاش المعدن ده. فبالتالي انا مستحيل اوصل بحاجه فيها معدن لدرجه 100% تجميل. بعد كده احتاجنا ان احنا نطلع الزيركون اللي عباره عن بلوكس بتتخرط عن طريق السرج، جهاز السرج ده تقدم او الطفره الكبيره. انا بشوف جهاز السرج ده، ده الطفره الكبيره بقى في عالم التجميل والتركيبات والعدسات والكلام ده كله. شلنا المعدن، بقت التركيبات بتاعتنا عباره عن بلوك بتختلف الماتيريال بتاعته على حسب انا محتاج ايه في الحاله دي. انا عندي واحد هيفي بايت، يعني عضته قويه، فمحتاج له حاجه تجميليه بس الصلابه بتاعتها قويه، بنستخدم معاه زيركون. عندي واحد تاني، او مثلا هحتاج تركيبات كبيره شويه، هعمل تركيبات يعني اسنان مفقوده بس عدد اسنان كتير شويه. فانا محتاج في الحاله دي مثلا نتكلم عن الحاله دي. الحاله دي بصراحه اتعمل فيها شغل كتير. الحاله دي اللي اتعمل فيها هي معمول فيها عدسات ومعمول فيها شغل ليزر كمان. لان زي ما احنا شايفين السنان مش مرصوصه، الانياب جزء منها في اللثه نازله وجزء التاني طالع. تمام، الفراغات ما بين الاسنان كبيره. تمام، محتاجين اشتغلنا شوية الأول على اللفة، وإحنا شايفين هنا في الصورة واضح إن إحنا شغالين بالليزر فيها. الليزر ده بقى من أهم التطورات برضو. الليزر ده هو بتقدر تقص اللثة بتاعتنا وبتكويها في نفس الجلسة بدون بينج، بدون ألم، وبتشوف النتيجة بتاعته لحظية. ننسى بقى الجراحة وننسى المشط وننسى الكلام ده كله. ليزر رائع طبعا. طبعا. اشتغلنا زي ما قلنا في الحالة اللي ورا دي ليزر عشان نرسم شكل اللثة، وبعد ما رسمنا شكل اللثة بتاعتنا بدأنا نعمل الفينيرز بتاعتنا عشان يبقى عندنا السيمتري اليمين والشمال زي بعض، وشكل الأسنان وحجمها متناسق، وطريقة الكلام والنطق طبعا مختلفة لأن الفراغات دي قفلناها، ففرقت معها طبعا إن بوزيتيف واي بطريقة كويسة. دي خدت وقت قد إيه؟ حالة زي كده الليزر بس احنا بنحتاج ان احنا بنشتغل في جلسة واحدة وبعدين بنشتغل التركيبات بتاعتنا، يعني بتخلص حالة زي كده في خلال 3 ايام مثلا او حاجة، عشان بس نستنى الهيلينج بروسيس او عملية التطور بتاع التئام بتاع الليزر بس. ممكن ابتسامة
بتاعت انسان تختلف عن اكتسابه انسان تاني، حتى لو بينهم تشابه شكلي قريبين في الشكل من بعض. تشابه شكلي اوكي، بس هو برضو الابتسامه ما بيحكمهاش الشكل فقط. الابتسامه او تصميم الابتسامه بيحكمها عوامل كتير قوي، بيحكمها غير الشكل. يعني مثلا حاله زي دي التجميل، او الناس بتسمع عن هوليود سمايل اللي هي الابتسامه الناصعه البياض. حاله زي دي هي مش ابتسامه ناصعه البياض، الحاله دي تجميل. الاسنان اللي فوق كلها جملناها، لان طبعا فيها اجزاء مفقوده كتير وكسور وحاجات زي كده. دي ست، هي ست موظفه تمام، بشرتها مش فاتحه قوي، اسنانها مش فاتحه قوي، لو عملت لها حاجه ابيض ناصع اكيد هيبقى المنظر غريب جدا او ملفت. وهي ست كبيره وفي الشغل عندها، هي مش عايزه ان حد يبقى ملاحظ شكلها اسنان يبقى حلو، هي تبقى راضيه عنها. هي ناتشرال جدا، ناتشرال جدا، يليق معاها، يليق مع بشرتها، يليق مع سنها، يعني يليق مع وظيفتها. اي حد يشوفها مش هيقول انت سنانك، انت محافظه على اسنانك. هو ده التجميل. هو التجميل مش نعمل حاجه بيضه باينه، هو التجميل تعمل حاجه كويسه شكلها حلو. ازاي نفرق، او بمعنى صح المريض نفسه يفرق بين دكتور ودكتور في التجميل؟ بكل بساطة أنا بشوف الدكتور ده هو عبارة عن إيه؟ حالة زي كده مثلا، دي حالة فينيرز تمام؟ الفكرة إحنا ليه اخترنا فينيرز مثلا؟ وده بيبين الفرق ما بين دكتور ودكتور تاني. أنت جايب حالات حلوة. ليه اخترنا بجد. فينيرز؟ بيرسيل حضرتك دكتور، يعني يعني مبسوط قوي وأنت عمال تنقل من حالة لحالة. بيرسيل حضرتك فيها دكتور. فن وبساطة، وبرضو عجبني لغايه دلوقتي الناتشراليتي اللي هي الطبيعيه بتاعت الحاله. ما هو ده التجميل. احنا في 2018 دلوقتي مش بندور على اسنان بيضه بتنور، احنا بندور على شكل طبيعي حلو. حاله زي دي اول حاجه بنهتم بيها رقم واحد، نتعامل مع المريض وايه الدوافع ورا التجميل بتاعك، نفهم السايكولوجي بتاعته ونفهم هو ايه الدافع ورا التجميل. رقم اتنين نعمل له دايجنوز، نعمل له تشخيص صح. محتاج شغل لسه، محتاج حشوات، محتاج تنظيف، محتاج ايه بالظبط. رقم اتنين نبدأ نظبط الكلام ده كله ونشوف النوع التجميل المناسب ليه. هل هيحتاج زراعة؟ مش هيحتاج لو أسنانه كاملة؟ طيب لو هيحتاج، لو أسنانه كاملة هيحتاج عدسات وهيديله نتيجة أفضل عدسات ولا تركيبات؟ لأن أنا بيجي لي ناس دكتور أنا شفت العدسات وأنا عايز أعمل عدسات. ما هو حالتك مش هينفعها عدسات، العدسات دي برضو هي ليها مجموعة قواعد عشان تعملها لازم تمشي عليها. متوفرة عند حضرتك القواعد دي يبقى هتتعمل، مش متوفرة مش هتتعمل. لو مشيت بالتكرار ده أو بالستبس اللي بقول لحضرتك، وطبعا أهم من ده كله لازم يبقى فريق عمل. الوان مان شو، الدكتور اللي بيعمل كل حاجة ده مش موجود دلوقتي. واللي بيعمل كده هو ما بيعرفش يعمل أي حاجة من الحاجات دي كلها. المفروض إيه اللي بيحصل؟ المفروض كل في تخصصه. احنا قلنا تشخيص، تريتمنت بلان تتحط، ويبقى دكتور التجميل ده مايسترو بيشغل حبة ناس حواليه، دكاتره حواليه، زملاء ليه اللي بيشتغل على اللفه واللي بيشتغل على الفينير بالظبط عشان نطلع النتيجه الممتازه. بيفرق عن ايه في ايه؟ زي ما بقول لحضرتك دكتور بيمشي بالمنهج ده ودكتور تاني ما بيمشيش بالمنهج ده، اكيد نتائج مختلفه خالص. في بقى دايما في عقول دلوقتي الناس استفسار عن القشره التجميليه، مين اللي ينفع له قشره تجميليه، وخصوصا الناس بتتلخبط بين القشره والكراون. القشره دي مبدئيا نعرف للناس القشره عشان يبقى عندها فكره هي ايه القشره التجميليه. القشره التجميليه دي هي عدسه خزفيه خالص بتتصنع من ماتيريالز كتير تجميليه، اي ماكس اشهرهم تمام، بتتلزق على السطح الخارجي للاسنان فقط. الهدف منها لو مثلا في كسور صغيره في الاسنان، يعني مثلا مش نص سنه مكسوره، كسور صغننه في الاسنان زي كده، كسر في السنتين دول، بنبدا نحضر الاسنان او بنحضر السطح الخارجي، بنعمل له تخشين بسيط كده. دي الانواع المتطوره كمان من العدسات، تخشين بسيط للسطح الخارجي من بره، وبعد كده بنبدا نعمل الديزاين دي اس دي ديجيتال سمايل ديزاين عشان نشوف العدسه دي. طبعا دي كلها مراحل التحضير، حضرتك الاول بتخشن وبعد كده بتنعم السطح ده بطريقه معينه عشان مرحله لزق العدسات لما تيجي تلزقها عليها تمام. بتعمل لها دي اس دي اللي هو الديجيتال سمايل ديزاين على الكمبيوتر، بتصمم شكل العدسه دي هيطلع عامل ازاي والضحكه دي كلها هتطلع عامله ازاي. طبعا زي ما احنا شايفين في الفيديو ده هو الكسور اللي في الاسنان هي كسر صغير، لكن لو كسر اكبر من كده نص سنه مكسوره احنا خرجنا بره الفينيرز، ودي المعضله اللي احنا بنواجهها مع المرضى وفي التعامل معاهم، ان احنا نشرح لهم ازاي نقدر نوظف العدسه بشكل صح. بنبدا نحط الماتيريال بتاعتنا بتاعت اللزق ونعمل لها كيورنج، يعني ننشفها بالليزر ده ونلزقها على سطح الاسنان، والكلام ده كله بياخد وقت بسيط جدا 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 جدا، وما فيهوش طبعا اي مجهود. زي ما قلنا احنا بنحافظ على السنان بتاعتنا من غير ما نبرد فيها كتير. ونبدا نظبط. مفيش دلوقتي فينير بدون تحضير؟ لا، مفيش حاجه اسمها بريبلس بدون تحضير، دي مش موجوده. هو زي ما بقول لحضرتك اللي احنا وصلنا له ان احنا بنعمل فينيرز بتخانه 0.4 ملم. التخانه دي 4 من 10 ملي، اقل من نص الشرطه الصغيره اللي على المسطره.
دي بتحتاج ان احنا نعمل ايه؟ بنخشن السطح الخارجي للاسنان. حاله زي دي دي حاله مثلا الاسنان فيها مرصوصه الى حد ما، لكن بتعاني من تسوسات وفراغات وحاجات زي كده، تمام؟ تصبغات في الاول، تصبغات طبعا. بنبدا الاول اشتغلنا على اللثه، لان طبعا الحاله دي فيها نسبه صغيره من الضحكه اللثويه عشان نكبر حجم الاسنان شويه. بعد كده بدانا نعالج التسوسات والحاجات دي كلها، وبعد ما عملنا الكلام ده بدانا نعمل العدسات بتاعتنا، وطبعا اللون والديزاين على حسب شكل البيشنت، ملامح وشه، وظيفته، تمام، لون بشرته، الحاجات دي كلها. سؤال دايما عن العمر الافتراضي للعدسه، يعني في ناس عندها اعتقادات ان العدسه مش هتستحمل كتير. لا بتستحمل طبعا. بص يا دكتور، انا مقتنع دايما بحاجه صغيره. إجابة الموضوع ده هو عبارة عن شقين. الشق الأول الدكتور، الشق الثاني المريض نفسه. إزاي؟ الدكتور إنه يقوم يبقى دارس طبعا كويس قوي، وعارف هو بيعمل إيه، ومتخصص في اللي هو بيعمله، ده رقم واحد. رقم اتنين، اللي هو بيعمله يعمله مظبوط، ما يبقاش فيه مشاكل، العدسات دي تبقى مقفلة كويس قوي، اللثة نكون اهتمنا بيها قبل ما نعمل العدسات بتاعتنا. ما هو الأسنان واللثة هما دول القواعد أو الأساسات اللي أنا ببدأ أبني عليهم عملية التجميل بتاعتي، يعني مش مجرد قشرة احنا بنلزقها. لو حضرتك اهتميت كدكتور بالحاجات دي كلها ومشيت بيها بخطوات مظبوطة، كده أنهيت الشق اللي عليك. طب الشق التاني إيه؟ الشق التاني اللي قلناه بتاع المريض. إيه المطلوب من المريض؟ العناية بصحة الفم والأسنان بتاعته، اللي هم ايه؟ اللي هو غسيل الاسنان، وفي بعض الاحيان بنحتاج نستخدم ماوثوش، ويا ريت كمان لو نضيف عليها الثقافه اللي للاسف احنا بنفتقرها، بنفتقر ليها. هي ايه الثقافه دي؟ ثقافه التشيك اب. والمفروض بره في اوروبا وفي امريكا وفي الكلام ده كله، كل ست شهور المفروض بتعمل زياره للدكتور بتاعك، سواء دكتور اسنان او دكتور باطني، بتعمل مجموعه تحاليل ومجموعه اشعاعات تشيك بيها على نفسك، تطمن على سلامه صحتك، عشان لو عندك مشكله اكيد علاجها هيبقى اسهل واسرع واوفر. طبعا لو هنتكلم على الشق المادي، اوفر بكتير من انك تعالجها في مرحله متاخره. ليه؟ هتلحقها قبل ما توصل لتوابع ليها. هي دي الفكره كلها. اللثه كررتها كتير النهارده. ايوه طبعا، كل حاله تقول لي ايه، دخلنا على اللثه نظبطها، دخلنا على اللثه عشان ابتسامه لثويه، دخلنا على اللثه فيها طبعا. ايه اهميه الناس على فكره مهمله اللثه في مصر بشكل كبير، انا شايف ده كويس، ده حقيقي فعلا. هقول لحضرتك حاجه، انا بشوف ان اللثه جزء لا يتجزا من التجميل، تجميل الاسنان. ما هو الكادر بتاعنا عباره عن ايه؟ الكادر بتاعنا هو الجزء ده، مكون من شفايف، اسنان، لثه. لو عملت اسنان حلوه جدا، اسنان حلوه جدا جدا وما فيهاش اي مشاكل وشكلها تحفه، بس مثلا عندنا ضحكه لثويه، اول ما الحاله اللي قدامك او الحد اللي قدامك ده هيضحك عليك، مش هتشوف الاسنان الجميله اللي احنا عاملينها وتعبانين فيها وبازلين مجهود فيها. لا، حضرتك هتشوف ايه؟ هتشوف اللثه بتاعته الكبيره. حاله زي دي مثلا، دي حاله بنعمل لها تجميل، مش كل التجميل عباره عن فينيرز وكراون، في تجميل تاني عباره عن تقويم. حاله زي دي تقويم، بس للاسف الحاله دي عندها ضحكه لثويه وعندها حاجه اسمها هايبر بلاستيك جينجيفا، هي اصلا عندها ضحكه لثويه، ده رقم واحد. رقم اتنين، بسبب التقويم هي مش بتهتم بصحه سنانها، فحصل عندها حاجه اسمها اوفر جروث للثه، اللثه بتاعتها حصل فيها نمو، نمت زياده عن اللزوم. فلو بصينا في الصوره اللي فوق، لو بصينا في الصوره اللي فوق يا دكتور ايمن، هو اوريدي سنانها مرصوصه، وده باين من الصور اللي تحت، يعني التقويم عامل معاها نتيجه كويسه. لكن فوق، هل حضرتك شايف اي حاجه من الاسنان المرصوصه الكويسه دي؟ لا، لسه. لا، احنا شايفين لثه فقط، لثه شكلها مش حلو. عملنا ايه؟ الليزر في اقل من ربع ساعه بدون نقطه بينج واحده، بدأنا نشتغل الأول على اللثة بتاعة الفك اللي فوق، تمام؟ بعدين استنينا، والسيشن تول اللي هي الصورة اللي جنبها على اليمين فوق دي بعد ما اشتغلنا في نفس المرحلة، تمام؟ في نفس السيشن، في نفس الزيارة. اللي بعدها كانت الفولو أب بتاعة الفك اللي فوق، وبدأنا كمان نشتغل في الفك اللي تحت اللي هي رقم 4 اللي تحت. الصورة الأخيرة اللي تحت دي، ده الفولو أب بتاع فوق وتحت، ولسه كمان اللثة دي بقت أحسن، واحتمال نشتغل كمان جلسة كمان عليها، تمام؟ اللي أنا أقصد أقوله إيه؟ حتى لو عملت تجميل لأسنانك وعامل تقويم وبترص اسنانك، بس لو اللثه بتاعتنا مش مهتمين بيها ومش مرسومه هي كمان مع الاسنان اللي احنا بنحاول نرصها، النتيجه بالنسبه لنا ايه؟ مفيش اي نوع من انواع التجميل. التكنولوجي بقى ساعدتنا ان احنا نسهل الموضوع على الحالات بتاعتنا وعلى نفسنا وعلى المرضى بتوعنا، زي ما بقول لحضرتك في نو تايم، مفيش وقت، حاجه بسيطه خالص، وقت قليل جدا، مفيش بنج، مفيش الم، مفيش مشرط، مفيش عمليه جراحيه، مفيش خيط، مفيش الكلام ده كله، ده كله سهل الموضوع علينا. يبقى لازم طبعا نهتم باللثه. التركيبات قيمة مهمة جدا في عالم تجميل الأسنان، وقسم التركيبات تحس ان هو قسم كده زي الزراعة، يقول لك انا الزعيم، الزراعة يقول لك لا ده انا الزعيم. هو مش زعيم، انا بشوف الاثنين بيكملوا بعض. الاثنين كتفهم في كتف بعض وبيكملوا بعض. ما هو الزراعة والتجميل، يعني الزراعة والتركيبات ما ينفعوش واحد لوحده. في حالات تنفع تركيبات، وفي حالات تنفع زراعة، وفي حالات لازم الاثنين مع بعض.
تمام. وفي حالات الزراعه هي الزراعه مش بتكمل من غير تركيبات ده مبدئيا يعني الزراعه بتاعتنا عمليه الزراعه بتاعتنا ما بتكملش ابدا من غير تركيبات تمام. مثلا عندنا حاله زي ما قلنا فقد الاسنان فيها عدد كبير قوي من الاسنان, انا مش هقدر اعمل تركيبه ثابته هنا لان بكل بساطه لو عملت تركيبه مهما بلغت قوتها وما بلغت متانتها انا بعمل مشكلتين كبار هنا. المشكلتين دول واحده للتركيبه وواحده للاسنان اللي انا بعمل عليها التركيبه دي. هو ربنا خلق لنا الاسنان دي بعدد معين وبتوزيع معينه مش هباء, لا هو كل سنه من دول تقدر تستحمل لود معين. لما انا مثلا عندي مجموعه اسنان مفقوده كتيره زي ما احنا سايبين مثلا في الانيميشن ده مجموعه اسنان مفقوده كتيره, ده سنة واحدة بس دي اللي احنا هنتفرج عليه ده دلوقتي, دي سنة واحدة بس هي اللي مفقودة. والنوع ده من الزراعة تحديدا اسمه الزراعة الفورية اللي هو عندنا جذور او اسنان فيها مشاكل مش هينفع انها تتعالج, بنخلع السنة دي وفي نفس الجلسة بنحط الزرعة بتاعتنا وبنعمل يا اما طربوش فاينل يا اما بنعمل حاجة تمبري حاجة مؤقتة بتبقى شكلها حلو جدا 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 يقدر المريض بتاعنا يمشي بيها او يتعايش بيها. ده حاجة تانية خالص, دي طريقة علاج نفس المسافة دي بالتركيبات الثابتة تمام. احنا بنحضر سنه جنبها والسنه الناحيه الثانيه ونعوض السنه المفقوده دي بانها متعلقه في التو كراونز دول تمام. التركيبات الجزء اللي حضرتك شايفه ده دي مشاكل التركيبات اللي مش معموله مظبوطه اللي هي ازاي التركيبه بتاعتنا السنان مش متحضره كويس تمام, فبالتالي تبدا تسرب اكل تبدا تاكل السنان اللي تحتها وتعمل لنا خراريج زي ما حضرتك شايف تعمل لنا مشاكل. مع الوقت المشاكل دي كلها ممكن تؤدي لكسر السنان وتؤدي طبعا ان العظم بتاع الفك نفسه يكش زي ما احنا شايفين. الزراعه بتتميز عن التركيبه في الحته دي, لو عندنا الجزء المفقود ده احنا ممكن نحط الزرعيه في العظم المفقود ده هنستفاد بيه رقم واحد في السن مكان السن المفقوده, رقم واحد هنستفاد ان احنا عوضنا السن المفقوده, رقم اتنين هنستفاد ان احنا حافظنا على العظم في المكان ده بدون ان هو يكش لان الزرعه لوحدها هي بتحفز عظم ان هو يبني. فهنا التركيبه ممكن تبقى رائعه بس لازم تتعمل صح. ما هو احنا دايما قلنا او في الاول اتكلمنا قلنا كل حاجه عباره عن شقين, الدكتور يعمل الجزء بتاعه والمريض يعمل الجزء بتاعه تمام. كنا بنتكلم عن الزراعه والتركيبات ان هم حاجتين بيكملوا بعض تمام. الزراعه مثلا لو عندنا حاله فقد اسنان كامله تمام, او عندنا اسنان بس الاسنان دي بتتلخلخ, هعوض له ازاي سنانه اللي مفقوده على اسنان بتتلخلخ او على ما فيش اسنان خالص؟ هعوضها له ازاي؟ الحل ساعتها البديل بالنسبه له بيبقى المتحرك اللي انا شخصيا ما بحبوش لان انا ما بشوفوش هو ده الحل. بالعكس الاذى بتاعه يعني. الطقم الاذى بتاعه اكبر بكتير جدا يا دكتور من ان انت تفضل بدون سنان لسبب هو بيريح على اللثه وبيعمل فيها التهابات مستمره وكمان بيريح على العظم اللي بيخليه يكش اسرع فبيخلي عمليه الزراعه قدام لو فكرنا فيها اصعب كمان. كلمه زراعه حديثه الترم ده هو يعني يوحي ان في زراعه قديمه تمام. إيه يعني هو بكل بساطه الزراعه الحديثه والزراعه القديمه الفرق ما بينهم التكنولوجي اللي دخلت. بكل بساطه كان زمان الزراعه عباره عن المسمار او الزرعه المصنوعه من التيتانيوم وبتتحط وبنستنى عليها, كان زمان بنستنى لست شهور عشان خاطر العظم يلتئم عليها. التطور او التكنولوجي اللي حصل ان احنا بدانا نعمل حاجه اسمها سيرفيس تريتمنت اللي هو معالجه السطح للزرعيه دي نفسها. بتختلف فيه طبعا من شركه لشركه تانية بس هي الفكره كلها معالجه السطح دي عباره عن ايه, بنعرض الزرعيه دي لاشعه جاما بنغير في الديزاين بتاعها يبقى فيه فيرتيكال جروف كده في الزرعيه يعني حفره بطول الزرعه عشان الزرعه دي تقوم بوظيفتين. رقم واحد وحضرتك بتحط الزرعيه دي او بتربطها هي بتقطع في العظم ده وبتدخله في الجروف ده. طب ده هستفاد بيه ايه؟ ده كلام بالنسبه للناس اللي بتسمعه ده كلام يخوف, لكن هو بكل بساطه الديزاين ده بيساعد ان الزرعيه دي تلتئم اسرع لانه العظم اللي هو بيشيله وانت بتحط الزرعيه دي هو بيتكبس على الزرعيه دي نفسها فبيديك ثبات مبدئي للزرعيه اكتر وبيديك الفرصه بتاعه الزراعه او التحميل الفوري انك تحط زرعيه وتحط عليها الكراون. او كمان من الاضافات اللي ضافتها التكنولوجي اللي بقول لحضرتك عليها بتاعه معالجه الصح بتاعه الديزاينز المختلفه بتاعه الزرعات ان انت دلوقتي بدل ما كنا بنستنى ست شهور عشان خاطر احط الكراون بتاعي على الزراعية دي احنا دلوقتي بنتكلم من ثمان اسابيع بتقدر على طول انك تعمل ايه تحط الكراون بتاعك على الزراعية دي ما تستناش ست شهور زي الاول. الانيميشن اللي قدامنا ده او الفيديو اللي قدامنا ده بيوضح ايه, درس اتخلع بقاله فترة طويلة جدا 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 ما تزرعش مكانه او ما تعملش مكانه حاجة, طب النتيجة بتاعته ايه؟ النتيجة بتاعته ان العظم كشف الحتة دي زي ما احنا شايفين كده. احنا عايزين نعوض الكلام ده بنعمل ايه؟ بالنسبه لحاله زي دي عندنا فيرتيكال بون لوس يعني فقدان للعظم كبير جدا بالافقي يعني فقدان قصدي عمودي تمام. بنعوضه ازاي في حاله زي دي؟ دي حاجه اسمها بون بلوك. بناخد جزء من عظم لو عندنا فقد كبير قوي للعظم بالمنظر ده بناخد جزء من العظم من
الضلوع تمام او من عظم الحوض، وبنبدا نحطه نثبته بمسامير، وبعد ما العظم ده يلتئم في خلال من 4 لـ6 شهور نبدا نحط الزراعيه بتاعتنا. تمام. اول طريقه تانية اللي عالجناها زي ما شفنا نوع تاني من العظم، بنعمل زراعه للعظم بس مش بوم بلوك، عظم يبقى شبه الباودر كده بنحطه في الاماكن لو ما عندناش فيرتيكال بلوس، الاماكن دي نعوض بيها الزراعيه، عظم صناعي. تمام. وده دلوقتي كمان او النوع اللي ما بقي نوع تعويض العظم اللي ما بستخدمش فيه البوم بلوك او قطعه العظم اللي بحتاجها من 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 الحاله نفسها، بقدر ان انا احط زراعيه في المكان ده واكمل عليها عظم، وكمان الكلام ده اسيبه زي ما بقول لحضرتك 6 لـ8 أسابيع ونقدر نحمل على الزراعيه. حاله زي دي، دي كل الفم كانت دي سيده تمام ست، القصه كلها ان هي عندها مشكله صغيره خالص، هي مريضه سكر وللاسف مهمله فيه. فجت لنا وبدات تتكلم معانا ان هي عندها مشاكل بقى لها يمكن اكتر من 5 سنين أو 6 سنين بتعاني من ايه، بتعاني من مشاكل في معدتها، لحد ما راحت لدكتور وقال لها لا انا شايف ان انت مش هتتعالجي، انت بقى لك 5 سنين بتتعالجي. طب انت مشكلتك ايه؟ نبدا ندور على مشكله من جذورها. انت ما بتطبخيش الاكل، فبالتالي عندها عسر عظم وعندها مشاكل في معدتها وعندها 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 وعندها. فبدات تلجا ساعتها انا عايز احل مشاكلي. طبعا الحل الاولاني اللي هو الاسهل واللي المريض بيختاره في الاسهل او اللي الدكتور بيقترحه عليه طبعا الطقم. مشيت بالطقم بتاعها ما كملتش يمكن 3 أسابيع وجت بتشتكي من التهابات رهيبه في اللثه. بدانا نعالج اللثه بتاعتنا دي، طبعا في الاول بنعمل لها اشعه مقطعيه. الاشعه المقطعيه دي هي اللي بتخليني امسك عظم الفك ده كانه في ايدي واشوف ابعاد العظم ارتفاع وعرضه، لان على اساسه بحدد احنا هنحتاج كام زرعه نحطها. احنا الفك الواحد بنعوضه من 6 لـ8 زرعات، مع ان الفك الواحد فيه 16 سنه وضرس، بس بنقدر نعوض ال 16 سنه وضرس دولت بايه؟ ب6 لـ8 زرعات. تمام. بتوزيع هندسي معين، بنوزع اماكن الزرعات دي بطريقه. الحاله دي حطينا فيها 6 زرعات فوق و6 زرعات تحت، وبعد ما حطينا الزرعات دي حطينا التركيبات بتاعتها اللي تحت. طب الحاله دي خدت قد ايه؟ كان عندها زي ما بقول لحضرتك فقد في العظم كبير، فاحتاجنا ان احنا نحط الزرعات بتاعتنا واستنينا عليها شويه. استنينا عليها قد ايه؟ 6 أسابيع. بعد ال6 أسابيع جينا وعملنا التركيبات بتاعتنا بالمنظر ده. بالمناسبه الصوره اللي تحت على اليمين دي من الصور اللي بحبها جدا، لان انا بحب الانطباع الاول للبيشنت للعيان بتاعي اول ما يشوف اول ما يشوف نفسه في المرايه. دي كانت صورتها اول ما شافت نفسها في المرايه، ضحكه طبيعيه جدا، هي فرحت جدا بسنان. طبعا غير من شكلها ومن ملامحها ومن ابعاد الوش نفسه. ده يوريني السكر ما يمنعش الصراحة. ما يمنعش طبعا. طبعا طبعا دي برضو حاله فيها برضو احنا عندنا اللي موجود هم السنتين اللي فوق على الشمال دول، كام سنه؟ سنتين او 3 فوق على الشمال، ومعمول عليهم تركيبات كمان سيئه. بدانا ان احنا نعالج فيها ونزرع، نحط الزرعات بتاعتنا. بس الحاله دي كانت زراعه فوريه. يعني ايه زراعه فوريه؟ وتحميل فوري. حطينا الزراعات بتاعتنا، كان عندنا حجم عظم هنا يسمح بان احنا نعمل كده، عندنا ابعاد عظم كويسه وجوده كثافه كويسه. سنه كام ده؟ درجه الكبير شويه ده كان عنده 62 سنه. مش كبير، سن صغير. مش 62 حلو يعني بس يعني فقد السنين في السن ده مش بالحجم ده معناه انه الموضوع بدأ من فتره طويله. طبعا بدأ من فتره طويله. ما هو القصه دي جت بعد ما برضه فشل موضوع المتحرك. المتحرك ما حدش بيرتاح فيه. ما حدش بيرتاح فيه، ما بيقدرش يكمل سنه واحده بالمتحرك، مزعج جدا طبعا. وبيبدا يفقد السنين. يعني لو عندنا مثلا سنتين زي كده، هو كان عنده سنتين بالمناسبه فوق، بس كان عامل فيهم المشابك بتاعه المتحرك. بكل بساطه المتحرك ومع كل عضه او مع الكلام او مع المضغ او مع الحاجات دي كلها، المشابك دي كانها بتخلع السنه. شهر 2 3 4 5 السنه دي خلاص انتهت وضاعت. فبالتالي لقى نفسه ان هو بيفقد اسنانه سيريال واحده. والراجل مستمتع جدا، هو باسنان جميله مزروعه طبيعي شبه طبيعي، قدر ياكل، قدر يقابل الناس، قدر يتعامل، قدر يعني. السنان دي او الحاله دي عملناها، انا متذكر جدا الحاله دي لانه كان عملها قبل فرح ابنه. هو بقى الفرح بيتحرك. فهو كان مهتم قوي يخلص القصه دي. دي من الحاجات اللي لازم نهتم بيها جدا يا دكتور ايمن. ظروف المريض بتاعنا ايه؟ وديت الحجم العظم سمح لنا ان احنا نعمل الزراعه الفوريه. دي برضو من الحالات الكويسه قوي. دي حاله تانية من الزراعه برضو. كلهم فك كامل. فك كامل. الفك كامل. ما هو دي الحالات اللي بيبان فيها الفرق الكبير جدا 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 ما بين وجود زرعات. يا دكتور ايمن، الفقد الاسنان مش بيأثر بس على المعده او على الاكل زي ما ذكرنا، لا، دي حاله برضو فك كامل فوق وتحت، وزي ما حضرتك شايف الفرق ما بين فوق وتحت. العظم الانسان او الوش، العظم ده هو الشاسيه اللي بتشد عليه العضلات بتاعه الوش ويديك المنظر. كل ما فقد الاسنان ده يبقى موجود، كل ما الكرمشه وعمليات يعني التقدم في السن علاماته تبقى موجوده وظاهره اكتر. الاسنان هي بتبدا تشد عضلات الوش دي تاني، وتبدا ترجع البني ادم 10 سنين لورا، تصغره 10 سنين لورا.
ده بالنسبة للشق التجميلي بتاعه. دي برضو حالة حلوة جدا جدا جدا. دي حالة 12 زراعية، 6 زراعات فوق و6 زراعات تحت بالتركيبات بتاعتهم، بس دي كانت حالة متأخرة شوية، يعني أخرنا التحميل عليها شوية، لأن زي ما قلنا برضو إحنا اللي بيتحكم في موضوع تحميل على زراعات أو التركيب التركيبات بتاعتنا على الزراعات وضع العظم بتاعنا. بنعمل أشعة المقطعية، نعمل دراسة جامدة قوي 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 للحالة دي، ونبقى فاهمين بالظبط إحنا هنعمل إيه، بعد كده أقدر أحدد للحالة بتاعتي دي إحنا هنقدر نزرع في قد إيه وهنحمل في قد إيه. الحالة دي هو كان عنده أسنان بس هي عبارة عن جذور، جذوره طبعا عاملة مشاكل كتير. دي الحالة دي استخدمنا برضو معاها الزراعة، بقينا نخلع الجذور دي وعملنا زراعة فورية، لكن أخرنا التحميل بتاعها برضو شوية لأن الأسنان اللي كانت محجودة دي أو الجذور دي كانت عاملة خراليج وأكياس دهنية، فاحتاجنا إن إحنا نزرع عظم، واحتاجنا إن إحنا نستنى شوية عشان العظم والزرعة تلتئم العظم بتاعه عليها. وطبعا في الفترة دي بنعمل حاجات مؤقتة بيبقى شكلها حلو جدا، تركيبات مؤقتة شكلها حلو جدا، يقدر يتكلم وياكل ويتعايش بيها جدا جدا جدا، لحد ما في الآخر بنوصل للشكل الجميل ده. لو شفنا حالة التركيبات عشان برضو نقارب بين التركيبات والزراعة، لأنه مش مقارنة، هي الزراعة التركيبات بتكمل الزراعة لما بتحط عليه، لكن لو الحالة تركيبات أساسا من الأول تمام. طبعا برضو الاساليب الحديثه بتخدمك في التركيبات زي ما خدمتك في الزراعه، اكيد مليون في الميه. التركيبات الحديثه دلوقتي حاله زي كده، الحاله دي اولا هي ما ينفعهاش قشره لسبب صغير، عندنا مسافات كبيره وعندنا فقد في اسنان كتير. يعني هي الحاله دي مثلا هي حاله هي مولوده بفقد الاسنان دي، هي ما فقدتش اسنانها، هي مولوده بشكل الاسنان ده بالظبط، الاسنان ناقصه عندها. طب نعمل ايه؟ بكل بساطه بناخد حاجه مقاس مبدئي، ده بنعمل بيه ايه؟ ده حاجه اسمها ستادي كوست، احنا بنعمل عليه دراسه، بيبقى عندنا شكل الاسنان ده جبس، احنا بنقعد نعمل عليه دراسه، وبعدين بندخل الصور دي كمان على سوفت وير جديد اللي هو دي اس دي ديجيتال سمايل ديزاين، بنبدا نرسم شكل الاسنان هيبقى عامل ازاي قبل ما نعملها. وبعد ده كله بنبدا نحضر الاسنان بتاعتنا بالطرق اللي احنا قلنا عليها وبالقواعد اللي اتكلمنا فيها، وبعد ده نركب الاسنان بتاعتنا دي. حضرتك طبعا شايف الفرق الكبير اللي ما بين فوق وتحت، من مجموعه اسنان صغيره شكلها يعني غريب شويه بالظبط لاسنان مرصوصه وشكلها جميل، ودي تركيبات، دي تركيبات كراونز كلها. ما هو الميزه يعني الحاله دي مثلا كانت زيركون اللي هو النوع اللي بكلم حضرتك عنه اللي هي الزيركون الاف اكس المالتي لاير، ده النوع الجديد. حاله مثلا زي دي، الحاله دي عنده دايستما اللي هو الفلجه اللي ما بين الاسنان بس عنده كبيره قوي، دي ما ينفعش ابدا اعوضها بقشره، مع ان هي في بعض الاحيان بينفع نعوضها بقشره، بس في الحاله دي لا، القشره طبعا مش هتستحمل، عوضناها بتركيبات. والكراونز دي اي ماكس شايف حضرتك، واشتغلنا على الاسنان الاماميه الاربعه. ليه؟ عشان بكل بساطه لو اشتغلنا على الاثنين اللي قدام دول بس هينتج عندنا سنان عريضه وشكلها غريب، احنا عايزين نعمل تجميل. فبدانا ان احنا نكبر السنان اللي جنبهم دي شويه ودي شويه، طبعا ببروبورشنز بمعايير معينه او مقاييس معينه مش هباء، نكبر الاسنان دي شويه على اساسها نكبر الاسنان اللي جنبها شويه. هي ديزاين واجهزه وتكنولوجي ودكتور محترف فاهم هو بيعمل ايه، وفريق عمل بيساعد بعضه عشان يوصل للكلام ده كله. لو عندنا ال- 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 الخلطه دي كلها مع بعض، عمليه تجميل ناجحه جدا طبعا. اسعدتني بهذه النزهه الجميله في عالم طب الاسنان، انا اللي دايما سعيد مع حضرتك. لا لا بجد يعني من ناحيه ال- 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 بس استفدنا حاجه واحنا بنشوف كده سواء القشور او التركيبات او الزراعه، انه التكنولوجيا مهمه جدا، دراسه الماتيريال مهمه قوي، التحديث اللي بيحصل في الماتيريال مهم جدا، حرفيه الدكتور، الحرفيه والرسم وازاي الخيال. يعني انت يعني في طب الاسنان دلوقتي قيمه الخيال، خيال مش الخيال العلمي، يعني الخيال ان انا اتخيل المفروض يتم في اسنانك ايه، خصوصا مثلا في الحالات الاخيره ما انت عايز توازن في فلجه تعدي، يعني هواء طلق هنا في الحته دي، ازاي هتوسع السنتين؟ وبعدين حكايه الفلجه دي مش حلوه، يعني برضو لو واحد يقول لك ايه لا انا محتفظ بيها يا عم دي، لا مش حلوه، لا اصلها بتميزني، مش حلوه، اصلها بتجيب لي الرزق. يا سلام في الفلجه بتجيب لك الرزق، يا راجل حرام عليك، يا راجل حرام عليك، يعني مش حلوه. طب طورتني دكتور كريم حضرتك كده، الفلجه مش حلوه خلاص. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم مدحت كان مبدعا في الدكتور، خليكم مع الدكتور. اهلا بكم. لا شك ان القلق والتوتر بيلعب دور كبير جدا في الام الظهر، حقيقه ده علم، لكن طبعا القلق والتوتر مش هما الاسباب المباشره، دول عوامل تزود الالم تزود المشكله، لكن الاسباب المباشره يعني هنا لما قالوا انه الام الظهر ممكن جدا تنتج او يحصل فيها اجريفيشن او زياده نتيجه القلق والتوتر، حيث ان هذا القلق والتوتر تؤدي الى سلسله من التفاعلات الكيميائيه
في الجسم ممكن تؤثر بشكل ما على العضلات، على المفاصل، على الأوتار. أوكي، حلو قوي الكلام، لكن مش هو ده الكارثة. القلق والتوتر مش هو الكارثة، الكارثة في إنك أنت تسيء استخدام ظهرك. دول عوامل مساعدة، دول aggravating factor، دول القشة التي تزيد ألم ظهر البعير. لكن ألم ظهر البعير يا جماعة بيبوظ بحاجات كتيرة تانية، بيبوظ نتيجة إن أنت بتشيل غلط، بيبوظ نتيجة إن أنت بتقعد غلط، بيبوظ نتيجة إن أنت بتدخل الجيم وتتعفرت على نفسك وتعمل فيها سبع البرومبة زي ما بيقولوا، وتروح جاي شايل حاجة مش مناسبة ليك. بيزيد إن ست البيت بتشيل حاجات البيت كلها بطريقة غلط، تشيل الفوتيل لقد المرزبة عشان أخوها يجي يزورها في العيد ولا يجي يزورها في مناسبة، فهتقولك أما غير مكانه عشان يبقى شكله أشك. شيل يا باشا، دب ظهر طق حضرتك قبل فرحك، بتتعافى قدام الناس وبتاعه يوم الفرح، فبتتعافى وتروح جاي شايل عروسك التي تزن من الأوزان ما شاء الله وكان، فتروح حضرتك جاي لك طقف ظهرك يوم فرحك. هذا أمر في منتهى الخطورة. النهاردة حوار مثير للغاية، زي ما أنا قلت لكم التوتر والقلق عامل، لكن السبب في اللي احنا قلناه ده كتير قوي وأكتر منه. ضيف العزيز الجراح الكبير والقيمة العلمية الكبيرة والشارح الرائع جدا، بستمتع جدا بشرح النهاردة، نستمتع بوجبة علمية زي ما بيقولوا جراحية على أرقى مستوى وفي نفس الوقت على أجمل طرح وبأبدع طريقة شرحية. ضيفي العزيز أستاذ الأساتذة وأستاذنا الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي. إزاي أميز إن هذا الألم ليس ألم عضلات؟ ألم بدأ يسمع في إيديك ومعاه تنميل ومعاه خدلان، إلحق ده غضروف. أكتر من 80% من غضروف رقبتك حصل فيها تلف، وتيجي تقول لي أصل لسه حصل النهاردة. القضية الكبيرة أنا لازم أتشخص عشان أعرف أتعالج. في ناس تبدا شكوتهم الاولى ان بيجي لهم رعشه في رجلهم. الدنيا بتتقدم، العلم بيتقدم، العلم بيحط لي حلول. لازم يبقى عندنا ثقافه المرض وتقبل المرض وحلول المرض، كل حاجه لها ثمن. ظهر ما بيغفرش، اللي هتعمله في ظهرك وانت صغير هتدفع ثمنه وانت كبير. احنا ما ننتظرش ان المعجزات بتتحقق على الارض، ما بتحصلش معجزات، ده علم. بنقول 80 إلى 90% من مشاكل الغضاريف في أولها بتيجي بالعلاج. الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. ضيف العزيز الجراح القدير والاسم الكبير أستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، منورنا يا فندم. أهلا بحضرتك دكتور. أنا انفعلت وأنا بس مقدمة جميلة الحقيقة، مشاكلنا في العمود الفقري الحقيقة تستحق الكلام. كتيرة جدا. أنا عايز أتكلم على الألم في الرقبة والكتفين بالذات، هبدأ الحوار النهاردة. تمام. ليه بقى هبدأ بالألم؟ لأنه أنا بتهيألي إنه ده أكتر أو من أكتر الأشياء اللي بتوجد في يعني المراكز الطبية المتخصصة في علاج العمود الفقري. لا ده حقيقي. لان هي مشكلتنا ان احنا مش فاهمين العمود الفقري ان هو مش قوي قوي، يعني العمود الفقري ضعيف، يعني العمود الفقري بتاعنا ضعيف، واذا اسيء الاستخدام بتاعه فبيؤدي بالتراكم كده الى مشاكل كتيره جدا. الحقيقه رحلتنا مع العمود الفقري بتبدا من واحنا صغيرين، من ايام الطفل اللي هو اللي بيشيل شيله تقيله جدا وشنطه وزنها 15 كيلو على ظهره وبيجري فيها، او اللي بيمارس رياضه زي ما حضرتك قلت بشكل مش طبيعي، او اللي بيشتغل وبيشيل احمال كتيره جدا، والاحمال دي ساعات بتبقى يعني بتعمل اوفرلود على العمود الفقري سواء في الرقبه او في الظهر. يضاف الى ذلك بقى الجديد بقى القعده الغلط في المذاكره، القعده قاعد تاني نفسي على المكتب ورقبتي مش مظبوطه، التوطيه بشكل خاطئ، الشيل بشكل خاطئ، ممارسه الرياضه بشكل خاطئ، الوقوع او السقوط او الخبطات، ركوب الموتوسيكلات، ركوب العربيات، الحاجات دي كلها بقت لها كاتيجوري كبير جدا وحظ كبير جدا في اسباب مشاكل العمود الفقري. وتتركز القصه على المنطقه العنقيه. يعني المنطقه العنقيه دي هي اللي شايله، الناس فاهمه ان الرقبه مش بتشيل كتير من جسمنا، احنا فاهمينها غلط. الرقبه صح رفيعه وكده مش زي الوسط او مش زي الظهر، ولكن هي عامله زي انت عارف حضرتك الشماعه، رقبه الشماعه الرفيعه دي هي اللي شايله الشماعه بالبلطو اللي عليها بالهدوم اللي راكبه فيها، يعني هي دي الوصله دي اذا كان فيها ضعف هيحصل خلل في الباقي كله. اذا كان في مشكله في الرقبه
سواء في الفقرات او في الغضاريف او في الاربطة او في العضلات المحيطة بتحصل المشكلة، وتحصل المشكلة في الفقرات العنقية. لما نيجي نفهم تركيب العمود الفقري في الفقرات العنقية، هو حاجة ابداعية جدا. ربنا خلق العمود الفقري يتحرك في كل اتجاه بالنسبة للرقبة بالذات، يعني الظهر ما عندوش هذه الخاصية لكن الرقبة موجودة، اقدر الف شمال يمين فوق وتحت ولورا والقدام، يعني كل الاتجاهات بتاعتي. اللي موجود في الفقرات العنقية هي فقرات اللي هي العظم يفصل ما بينها الغضاريف، ويفصل الغضاريف دي في المسافات اللي ما بين الفقرات حاجة اسمها الأعصاب، دي المسارات اللي بتمشي فيها العصب اللي هو لونه أصفر عامل زي سلك الكهرباء لونه أصفر كده. العصب ده لازم يبقى مستخبي ولازم يبقى محمي ولازم محدش يجنبه الحقيقة، يعني الثلاث حاجات دول لازم يبقوا موجودين جوه العصب بتاعنا. العصب يبقى مستخبي جوه القناة العصبية. ربنا خلق القناة العصبية هنا فيها حفرة أو دايرة في النص كده زي الاسطوانة، لازم يمشي فيها محمي بالعظم من كل جهة، في أغشية اللي بنشوفها عليه من بره دي عشان تحمي الحبل الشوكي وتحمي العصب الخارج ده. العصب مش بيبقى حاجة واحدة، العصب هو مجموعة من الألياف حسية وحركية، في الجزء الحسي اللي بيبقى قريب جدا من الغضروف، الجزء الحركي اللي هو أبعد شوية من الغضروف. وده بياخدنا لنقطة الإحساس بالألم، هو الألم اللي بيجي الأول ولا الضعف اللي بيجي الأول؟ الألم بيجي الأول علشان إيه؟ العصب خلاص ده أقرب جزء من الغضروف هو العصب الحسي. فالألارم بتاعنا واللي أنا بسميه رحمة ربنا لنا هو الإحساس بالألم. بيبقى في ناس همها وشغلها الشاغل إن أنا أخلص من الألم. والحقيقة هذه هي النظرة القصيرة والقاصرة جدا في علاج مشكلة في الفقرات العنقية أو القطنية. الألم عرض وليس المرض. المرض إن أنا في حاجة هي اللي جابت الألم. الألم ده ربنا خلقه جوانا علشان، ودي من أكبر النعم، لأنها لو يعني لو فقدنا هذا الإحساس بالألم الحقيقة بندخل في مصايب. يعني انت عارف لما واحد لا قدر الله بيجيله اصابه في الحبل الشوكي ويفقد الاحساس، تبدا يظهر عليه قرح جلطات لحد العظم ما بيظهر من جسمه وهو مش حاسس، لان هو فقد الاحساس بالالم. فبالتالي قصتنا مع الالم دي مهمه جدا، هو المدخل بتاعنا. طب انا بحس بالالم، الالم ده بيبقى على شكل ايه؟ الالم ساعات يبقى وجع في العضلات، ساعات بيبقى وجع في الكتفين والرقبه، ساعات بيبقى في قله الحركه ما اقدرش، رقبتي بيحصل فيها تيبس ما اقدرش اخد رقبتي يمين او شمال، ساعات ايد واحده ما بقدرش احركها ما بقدرش ارفعها، كل دي اعراض نتيجه للالم اللي هو رهيب جدا اللي بيجي. ساعات بيبقى فيه احساس بالخدر او التنميل في ايديا. التنميل ممكن ياخد جزء معين، لان انا عندي مجموعه بتسمى الضفيره العصبيه خارجه من الفقرات العنقيه، كل عصب منها بيغذي مجموعه من العضلات وجزء من الجلد بتاعنا من الخارج. فعلى حسب الغضروف والفقره المصابه هيبان العرض بتاعي عليه. يعني في ناس يبقى شاكك تقول لك انا الجزء الداخلي ده ما بحسش بيه، ويمسكها كده يقول لك الصابع ده ونص الصابع ده. في واحد يقول لك لا ده الثلاث صوابع اللي جنبيه، في واحد يقول لك ده كفه الايد من هنا، حد يقول لك ده من ورا، حد يقول من الكتف، وهكذا. يبقى اذا الالم بتاعنا هو البوابه بتاعتنا علشان تشخيص ونبدا نفتح الباب عشان نعرف ايه المشكله. لكن مش الهدف بتاعي ان انا ادي مسكن عشان اضيع الالم، لان في ناس بتبقى هدفها بس ايه، مفيش حقنه تضيع الوجع. ممكن ده مؤقتا نعمله لك بحيث ان احنا لحد ما نوصل للتشخيص المناسب، لكن لما نوصل للتشخيص يبقى لابد من اخذ خطوات لعلاج المشكله. عظيم. عايز اروح ليه الالم في المنطقه دي بيسبب رعب عند الناس، ولا ده مش حقيقي؟ لا ده حقيقي جدا. حقيقي جدا، لان هو الناس برضو شايفه، يعني برغم ان في ناس كتيره جدا بتحاول تتجاهل الرؤيه بتاع الموضوع. يعني انا لما يبقى عندي مشكله جت في رقبتي بكتافي سبتها واهملتها، الالم بقى مرعب، ممكن ما اعرفش انام منه، ممكن ما اعرفش اكل، ممكن اوصل لمرحله ان انا المعلقه ما اقدرش احطها ببقي، السكينه في المطبخ، وياما بيجي لنا اصابات ست قطعت ايديها. ليه؟ مش قادر تتحكم، قبضه ايديها ضعفت، مش قادر اتحكم في السكينه او مش حاسه. طيب القضيه دي بتزيد شويه شويه. طب وصلت لفين؟ ده انا بتكعبل وانا ماشي، ده انا رجلي بتترعش مني، ده انا مش قادر ادخل الحمام. ده انا البول بيسيب مني، ده انا الاخراج ما عادش بتحكم فيه. بعد شويه ده انا نار قايده في جسمي كلي، في دماغي صداع، دوخه، دوار، نسيان، زغلله، كل ده مرتبط بالرقبه. كل ده مرتبط بالرقبه. تؤدي في الاخر الى انا عندي مشكله واهملتها سبتها غضاريف، ادت الى ضغط على الحبل الشوكي، ادت الى ضمور في الحبل الشوكي. طب ضمور في الحبل الشوكي ده هيوصلني لفين؟ يعني شوف حضرتك، دي نماذجه. ده حد كان بيشتكي من الم في كتفه، يقول لك انا كتفي بيتقطع بيتمزق. انا عايز اشوف ايه القسم. اقنعنا نعمل اشعه رنين مغناطيسي، تطلع الاشعه هنا عندنا غضروف ما بين الفقره 5 و 6 الغضروف حجمه ضخم جدا، والغضروف ما بين الفقره 5 و 6 رجع لورا وضغط على الحبل الشوكي، عمل ضغط على الحبل الشوكي. شكوى المريض بتاعنا وجع، تنميل، خدلان، ضعف في ايديه. هنا بدانا ندخل في مرحله الضعف في الايد
وقبضه الايد ومش قادر اتحرك بيها. البدايه بتبقى غضروف، والغضروف بيكبر شويه بشويه وانا بهمله لحد ما يوصل لكده. الغضروف ده وصل لمرحله انه عمل انسداد وانغلاق للقناه العصبيه. الغضروف لما بينفجر مش هيلاقي له حته يدخل عليها الا المنطقه بتاعه الحبل الشوكي، لان كل المنطقه المحيطه حواليه عظم مش هيعرف يخترقه، فاضعف مكان هي المنطقه اللي حوالين الحبل الشوكي، يبدا يضغط على الحبل الشوكي. الغضروف بقى غضروفين، طب احنا سايبينه ومستحملين، طب المريض ده بقى عنده غضروفين كبار جدا والاثنين منفجرين وضاغطين على الحبل الشوكي. هو احنا لو لحقنا من البدايه وحلينا مشكله هذا الغضروف ما كانش هيزيد ولا هيجيب غضروف تاني. طيب هنسيب برضو الغضروف والتاني وهنقعد نعبي مسكنات ونعبي مخدرات الى ان نصل الى مثل هذا المشكل الرهيب جدا. الحبل الشوكي المفروض هو اللي لونه جراي ورمادي ماشي جوه النص كده. هتلاقي الجزء بتاع الحبل الشوكي ده قصد الغضروف بتاع الرابعه والخامسه ده اختفى تماما. بدا يحصل هنا حاجه بنسميها ضمور. كلمه ضمور الحبل يعني. الشوكي يا جماعه عامل زي النهر، النهر اللي ماشي ابيض في النص ورا العظم. تخيل بقى انت قاعد بتسرق من الجنب بتاعه لحد ما خليت النهر ده العريض الجميل ده الى قناه صغيره جدا ضيقه جدا. ده بيكون على حساب مين يعني؟ ده بيكبر على حساب ايه؟ على حساب الحبل الشوكي. طيب انا يعني بتألم وبتوجع وكنت مستحمل، ربست رقبه، رحت عملت علاج طبيعي وارجع بعد كده انا عندي مشاكل. طب ده غضروف عنده الرابعه والخامسه، الخامسه والسادسه، السادسه والسابعه، بقوا ثلاث غضاريف. هو في حد بيصبر على نفسه لحد ثلاث غضاريف؟ في عندنا ناس لحد خمس غضاريف في الرقبه بنشوفها. والقضيه بتاعتنا ان احنا لما بنيجي ندور على العلاج بقى بتبقى ساعتها بيبقى نفسنا نرجع ده حد الرقبه بقت في خمس فقرات كلهم قافلين على بعض وضغطين على بعض وعمل الضيق في القناه العصبيه وبدا يحصل ضمور في الحبل الشوكي. بقت قضيتنا هنا ايه؟ ان انا بس نفسي اعرف ادخل الحمام، نفسي اقدر امسك حاجه، نفسي اشرب كوبايه الميه، واخد بال حضرتك يا ايمن؟ الموضوع بيبقى صعب جدا ومؤثر جدا وساعات يبقى عاطفي جدا، يعني انت بتبقى متعاطف معاه جدا. يعني هو وصل لمرحله او الست وصلت لمرحله لا عارفه تخدم نفسها ولا بتخدم بيتها ولا عارفه تعيش. اصل بيبقى ساعات ممكن نتقبل المرض لكن الالم صعب، يعني ما تقدرش تعيش بالالم. وبعدين الالم في المنطقه العنقيه الحقيقه الم رهيب، ده بيقول لك ده بحس بصاروخ نار بيجي في رقبتي او في ايديا بتنميل بخدلان، ده انا مش عارف انام، مش عارف اتحرك. في المقدمه بتاعت حضرتك كنت بتقول ان احنا ساعات الالم ده بيعمل او بيجيب اكتئاب. هو حقيقي بيجيب اكتئاب. يعني ده في جزء خاص في العلاجات بتاعتنا لما بنيجي نعالج الالم مضادات الاكتئاب. جزء اساسي واصلي. العين يدخل في دايره مفرغه. بيدخل في دايره من الدبريشن. من الاكتئاب، اكتئاب توتر. ساعات بيبقى عنده اقتناع بقى واقتناع خاطئ الحقيقه. اصل هو ده راح لمين قبل كده؟ الاول بدا يجرب الدرج اللي في البيت الصيدليه دي يعبي مسكنات منها، جرب الصيدليه اللي في الشارع عنده، جرب دهانات، جرب المجبراتي، جرب الناس تقر رقبته تشد رقبته، تقدم شويه راح للعلاج الطبيعي وما حسش بفرق. هو القصه كلها ما وصلش للتشخيص عشان يبدا العلاج المظبوط. ولما بيوصل للدكتور بيبقى هو منهك ومستهلك. فبيبقى اصلا هو مش طايق نفسه بقى، يعني هو جاي وعايزك تكتب له الوصفه السحريه اللي هتحل هذه المشكله، وده مش حقيقي. يعني مش حقيقي، لان احنا انت ما في ايدكش سحر، ده في ايدك علم. انا بشوف هنا في غضروف ضغط على العصب وعمل بدا يعمل ضمور او غضروف او اتنين او تلاتة، يبقى انا بفكر اشيل المصدر مش الند المسكن، لان حتى لو كتبت لك المسكن مش هيجيب نتيجه. يعني ما اصل الناس فاهمه ان المسكن في اي وقت هاخده هيسكنني. طب الناس اللي بتوصل انها بتاخد ترامادول ومخدر وصلوا ليه كده؟ لو المسكن هيجيب نتيجه ده وصل للادمان ليه؟ ووصل للاكتئاب ليه؟ وفي ناس من الالم، هو الحقيقة ده مش موجود عندنا في مصر بس بره، في ناس من الألم ممكن يصل للانتحار من الوجع. لأنه مش لاقي. احنا عندنا هم عندهم بره الحاجة لأنه مفيش وسع ديني، فممكن احنا الفرملة الوحيدة لده ان احنا عارفين ان ده حرام. بس لو كان مش باين انه حرام صدقني كان في ناس كتير جدا تدخل في هذه السكة، وربنا يعافينا. ربنا يعافي الناس. الألم بتاع الرقبة خلاص بقى احنا عرفنا ده جرس انذار، تعال نروح للدكتور بقى. الدكتور لما بيشوف بيشخص التشخيص الاكلينيكي بتاعه الاول، فحص المريض الاول، نشوف الاستجابه العصبيه بتاعه الاطراف. ساعات بيبقى مريض جاي شكوته غريبه جدا، يعني مثلا يقول لك انا رجليا من تحت بس هي اللي فيها مشكله، البول بيسبقني شويه. نكشف نقول لا تعال ندور في الرقبه. هو مش عارف، عمره ما اشتكى من الرقبه. وبعدين هو ما فيش علاقه بين مشاكل الفقرات العنقيه والالم اللي في الرقبه، لان ممكن يبقى عندي غضاريف في الرقبه او خشونه في الرقبه او ضغط على العصب في الرقبه، والرقبه بتاعتي بتتحرك زي الزنبلك ما فيش فيها مشكله. في ناس تقول لك طب ما رقبتي بحركها. بتتحرك، وهو ده من الحاجات اللي بتخليه يجي لي متاخر قوي. طيب الرقبه بتتحرك، يبقى انا اروح لدكتور ليه؟ انا مستني بقى لحد اللحظه ان انا ايديا تقف، رقبتي تقف،
لا قدر الله ادخل في ضعف او شلل يبقى ساعتها بدور على الدكتور يحل المشكله. هو ده سؤالي، هل يمكن ان يؤدي الانزلاق الغضروفي الى شلل نصفي؟ بيؤدي، ده ممكن يؤدي الى شلل رباعي يا دكتور عندي. يعني عارف رباعي بقى يعني ايه؟ ايدين ورجلين. ايوه طبعا. وعدم اخراج وعدم تحكم في البول ويعيش بقسطره. ممكن يؤدي الى ذلك، يؤدي الى ذلك وبكسر. الحقيقه بقى يعني العلم ما بيقفش عند الكلام ده، العلم ما بيقفش عند لحظه ان انت غلبان طب تعالى نزعل علشانك ونسيبك. ما ينفعش. عملوا لنا ايه؟ عملوا لنا ده، انا لو عندي غضروف لازم اشيل الغضروف. كنا الاول نشيل الغضروف وناخد قطع عظميه سواء من الحوض او سواء من الجزء من الفخذ او حاجه، وده للاسف لحد النهارده في بعض الاماكن والمراكز اللي ما فيهاش الاجهزه الحديثه بتعمل كده. ياخدوا العظمه دي ويبدا يركبها هنا ما بين الفقرات وبعضها. تركب العظمه على امل ان الفقرات دي تلحم. لا دلوقتي بقى في حاجه تانية، ده انا باخد، شوف دي كل دي مقاسات، مقاسات لحجم الغضروف، ان انا ممكن انقي غضروف من وسط اكتر من 40 مقاس اللي هو يتناسب معايا، مش بحط اي غضروف خلاص. ده انا عايز الغضروف اللي يبقى فيتنج معايا جدا واطلعه من العلبه بتاعته واركبه. الغضروف ده النهارده بنسميه غضروف بديل. ودي من انجح العمليات النهارده في جراحات العمود الفقري في الرقبه بالذات. كنا في وقت من الاوقات الغضروف نجيبه بما ان بنركب تركيبه كده ساعات بتبقى ضعيفه نضطر نحط شريحه. دي بعض الاحيان بنحتاجها، لكن في بعض الانواع زي ده كده بيبقى اصلا التركيب بتاعه ديناميكي جدا بحيث انه يسمح للفقره انها تتحرك طبيعي جدا بدون ان هو ما يخرج او ينزلق. احنا مش بنكتفي ان احنا نحط حاجه، ده احنا بناخد عظم من العظم بتاع المريض نفسه اللي هو طالع من جزء من الفقرات اللي هي زوايد العظميه بتاعتها، ونملى بيه القفص الغضروفي ده اللي احنا شفناها الحته الاخيره دي، يساعد على الثبات بقى. يساعد على التئام العمليه بشكل جيد جدا. وما قلقش يتحرك، يتحرك يشتغل ويشيل. عندنا ناس عامل لهم العمليه بيلعبوا كوره، وكوره بالهيد وبتاعه بيخبط، بيلعبوا اثقال، بيرفعوا حاجات تقيله جدا، او بيشتغلوا شغل العادي بمكتبي بتاعه. لان تعرف حضرتك اكتر الناس اللي بيجي لهم الغضاريف العنقيه الناس اللي عملها مكتبيه بتوطي كتير. يعني القضاء، المحامين، المحاسبين، البنوك، بتاع بتوع البنوك دول طول اليوم. هم امراض البنوك دايما رمضان دايما والمعلمين والمدرسين. المدرسين بقى والكتاب والكل كتير من الناس يعني، وبرضه كتير من الاعلاميين. هنلاقي الفتره الجايه هتلاقي اعلاميين كتير بيقول لك القعده، وخصوصا هيجي لك بنات لانهم بيعلموهم قعده معينه فيها ثبات شديد جدا. لا فردة صعب جدا. فردة لازم تبقى قاعدة فردة. حاولوا يقولوها لي، قلت لهم لا انسوا. لا انا بقعد كل شوية اعمل كده واعمل كده. انا بقعد بس لازم نحترم جدا العمود الفقري. طبعا. لان احنا عندنا النهاردة لازم نحل المشكلة اذا كانت موجودة. وما ينفعش نسيبها. وما ينفعش نتأخر عنها. لان هو انا خوفي دايما في الحبل الشوكي هي ضمور الحبل الشوكي او اصابه الحبل الشوكي. كتير جدا من المرضى يجي لنا ومعاه اشعه، نبص عليها على الاشعه تلاقي بدات تظهر بقعه بيضه في الحبل الشوكي. البقعه البيضه اللي في الحبل الشوكي دي هي عباره عن بدايه الضمور في الحبل الشوكي، هو جزء خلاص انفاركت ما عادش بيوصله دم. لما بيوصلوش دم دي خلايا هتموت وهتتحلل. طب لما تموت وتتحلل ايه اللي هيحل بدلها؟ ما عنديش حاجه تحل بدلها. ناخد بالحركة. علشان كده انا بقول دايما مش لازم نوصل لده، ممكن يبقى عندي غضروف 2 3 4 اعملهم ويتغيروا زي ما شفنا كده. وفي انواع تانية من العمليات على درجه اعلى كمان في التقنيه وفي التكنولوجي، لان احنا النهارده عملياتنا في الرقبه ما عندناش بنعملها جراحه عاديه. عمليه الرقبه بتتعمل جراحه بالمناظير، جراحات بالليزر، جراحات بالميكروسكوب الجراحي، استبدال فقرات، استبدال غضاريف، نقدر نعمل هذا الكلام كله. وفي ناس بقى اللي هم بيجونا بقى متاخر دكتور عين، يعني بيبقى حد كبير في السن عنده 5-6 غضاريف وضيق في القناه العصبيه وغضاريف اماميه وضغط خلفيه وما يستحملش عمليه كبيره. ده ممكن نعمل له حاجه بنسميها توسيع للقناه العصبيه من الخلف. طب بنعملها ليه عمليه توسيع القناه العصبيه من الخلف؟ علشان نحمي الحبل الشوكي. هنا عمليه من ضمن العمليات، احنا طبعا دخلتنا دايما بتبقى جرح بتاعنا بسيط جدا من الرقبه من نص سنتي لواحد سنتي، بندخل اللي قدامنا الاصفر ده هو ده الحبل الشوكي وده اللي يخوف قوي الحقيقه. فبندخل لازم الغضروف، احنا بنشوف الغضروف اهو، نبدا نشيل الغضروف، اتشال الغضروف يرجع الحبل الشوكي لمكانه الطبيعي. نبدا بقى خلاص، اصل ربنا خلق الغضروف ده له اهميه وله لازمه، ما ينفعش نشيل الغضروف. في ناس كانت بتعمل كده ودي فشل على يعني كان بيحصل في العالم، حصل التجربه دي. لو انا عندي غضروف واحد اشيله وخلاص واسيب الدنيا هتلحم، ما لحمتش وده ادت الى نتائج كتير جدا. شلنا الغضروف لازم اركب حاجه بديله بقى. ده من ضمن التركيبات البديله، لما بيبقى في عدم ثبات في الفقره نشيل العظم الزياده ده
ونبدا نركب حاجه زي السلندر اللي احنا شفناه ده او غضروف بديل او قفص غضروف ونقوم جايين مركبين فوقيه شريحه تبقى شريحه مايكرو صغيره جدا لا تعيق الحركه الحقيقه. والشرائح دي اتطورت. طب انا لو عندي فقرتين الشريحه صغيره. طب لو عندي خمس فقرات بقت الشريحه كبيره. يبقى هنا فقدت المرونه بتاعت الايه الفقرات لان ثبتها. عملوا تعتقد ان ما تعملش العمليه او خايفه تيجي تعمل العمليه يقول لك مش عارف احرك رقبتي. بالظبط. عملوا لهم ايه بقى؟ ما تسمى الشريحه الذكيه او الغضاريف المتعدده الحركيه. يعني ممكن احنا في نفس الوقت ندخل ونشيل الكلام ده كله ونركب اكتر من غضروف متحرك وتبقى الفقرات بحالتها الجيده جدا في الحركه والمقدره. دي نوع من الشريحه اللي بنسميها الشريحه الذكيه. هي شريحه فكرتها بسيطه جدا. هي بدل ما تبقى جزء واحد بقت ثلاث اجزاء او خمس اجزاء. هي ذكائها في الحركه. هي ذكائها في الحركه. يعني هي بدات تدير رينج. يعني مثلا هنفترض ان طولها مثلا 3 سم. لو ضغطتها تبقى 2 سم بقت عامله زي السوست. دي تديني الليونه لما نشوفها هنا راكبه في الرقبه الحقيقه بيبقى منظر بديع جدا يعني. يعني والتقدم ده رائع يعني. هي خاصه بالرقبه برضه لان في ناس كثيره جدا بتفكر ان دي تنفع في الظهر. لا هي ما بتنفعش في الظهر. هي ديت مخصوصه لان ديت مايكرو منفوع مخصوصه للرقبه. مايكرو يعني صغيره. مايكرو صغيره بالظبط. وكل الداينامكس بتاعتها مش عشان تشيل وزن. هي عشان تثبت وتسمح بالحركه. بتتركب في نقط اتصال بجسم الفقره والمسافات اللي هي بتاعه الغضروف نفسها بنبقى سايبينها واخد بال حضرتك. طيب احنا عايزين نتني رقبتنا تتني تنزل عامله زي السوسته بتاعه العربيه زي المساعدين بتاعه العربيه كده. ها طب بتفرد انا برجع رقبتي لورا بتاخدني الى ورا تاني تماما وتديني نفس المساحه والرينج اوف موفمنت بتاعتي تمام جدا. بنستخدمها ديت اكتر دلوقتي في الاصابات بتاعه العمود الفقري. يعني مثلا اصابات الخبطه الكسر الشرخ الزحزحه الفقريه اقدر اعمل ده. لكن احنا بنفضل دايما لما بيبقى الموضوع مجرد غضاريف حتى معاها زوايد عظميه وتكلسات غضروفيه نقدر نعمل ده بالمناظير وركب غضاريف البديله. الغضاريف البديله الحقيقه يعني كل المراجع العلميه النهارده هي اللي بتتكلم على ده. هو ده. بلاش شرايح. بلاش مسامير. بلاش تثبيتات. بلاش استبدال. صنعوا الغضروف ده. ده غضروف دلوعه قوي ومتحرك وجميل زي اللعبه كده. غضروف هو بيحاول يحاكي الطبيعه. يركب الغضروف خلاص دخلنا بالمنظره اهو وصلنا عند جسم الفقره نشيل الغضروف الاصلي اللي كان تالف من جوه نقوم مركبين ده. تركيب ده تركيب دقيق جدا باجهزه وبنقيس مسافات وابعاد عمق وعرض واتساع ونشوف ده. الغضروف ده مكون من اجزاء. يعني ده غضروف بنسميه غضروف حركي او البروديسك. البروديسك ده غضروف متحرك حديث جدا وينفع في وجود غضروف واحد او غضروفين. يعني لو انا عندي اربع خمس غضاريف ده ما بننصحش بيه لان ده بيبقى ضعيف. طيب الماده بتاعته الماده اسمها تيتانيوم بس اتعمل متغطى بماده. يعني هم بيستخدموا فيه حاجه اسمها نانو تكنولوجي دلوقتي. الماده المغطيه والمبطنه لهذا الغضروف قابله للالتصاق بالعظم الطبيعي. بقى ممكن يلحم معاه على عكس اي معدن. المعدن الطبيعي العظم يكسي عليه لكن ما يلحمش معاه. ده بدا يلزق معاه. يعني معمول بتكنولوجي معين بحيث انها تمسك فيه تيجي تخرجه بعد كده صعب جدا. كل ديت الالات بتاعه التكنيك ان انا ازاي اركبه وازاي اظبطه في المكان بتاعه مظبوط جدا. طبعا كل اللي احنا بنعمله بيبقى تحت رؤيه. ما نقدرش نعمل ده عمياني كده. ده انا بشوف بالمنظار بتاعي وعلى شاشه كبيره جدا. ده دور المنظار بقى. وفي نفس الوقت انا بصور بايمج. يعني انا على جهاز اشعه. لان المنظار بيديني الرؤيه الاماميه لكن ما يدينيش العمق. علشان اجيب العمق وخاصه احنا بنشتغل بحاجات دقيقه جدا وقريبه من حاجه ادق اللي هي الحبل الشوكي. انا خايف منه. لازم ابقى عارف اخري بدخل لحد فين. دايما بيبقى معايا جهاز ايمج يصور وانا جوه العمليه. انا وصلت يا دوبك قبل ما اوصل 2 مللي من العصب او الحبل الشوكي لازم اقف. واحنا جوه العمليه عشان نامن العينه دكتور ايمن بيبقى عندنا كميه من السلوك والوصلات عامله زي بتاعه رسم القلب كده بس على العضلات نفسها. بحيث ان انا لو انا قربت ان انا المس عصب يديني الارم يقول لي الحق. الكلام ده لو مش موجود ممكن بطريق الخطا يدخل على العصب يفرم العصب ويطلع وهو ما حسش بحاجه. وده كان بيحصل في العمليه. وده كان بيحصل وما زال لحد النهارده في مشاكل لما الاجهزه دي ما تبقاش موجوده. ايوه. يعني عشان كده العلم ما بيسيبش مجال للخطا النهارده الاخطاء البشري يعني بيحاول يقللها جدا. لكن طبعا تبقى القصه بقى. طب انا هعمل ايه بعد العمليه يا دكتور او انا اخباري ايه بعد العمليه هتحسب بنسبه قد ايه؟ السؤال ده اجابته عند حضرتك. احنا بقالنا قد ايه تعبانين؟ سيبنا نفسنا كام سنه؟ من فضلك هتتحسن ان شاء الله وتبقى احسن بكتير جدا من اللحظه اللي احنا بدانا فيها مشوارنا مع العمليه. مش عايزين نبص بعيد شويه. يعني ساعات الواحد بيبقى نفسه يرجع زي ما كان من 20 سنه فاتوا. لا معلش هنتحسن تدريجيا لكن الموضوع بيحتاج وقت. ممكن نوصل لست شهور ممكن نوصل لسنه او اكتر. لان دايما بنقول القاعده الطبيه في اي مرض
او اي اصابه مده الشفاء هي المده بتاعه المرض. طيب هو احنا لما نسيب نفسنا سنين ونوصل لمرحله ان احنا ما بقتش بس مجرد غضروف، ده انا الفقرات تاكلت معايا، ده انا العصب حصل فيه ضمور معايا، تقنيات الحديثه هتحل لي جزء من الموضوع، لكن في جزء تاني العصب بتاعك اللي انت حضرتك سبته كتير جدا يعاني، هو لازم يقوم بدوره برضو معايا، يعني لازم يبدا يحصل ما يسمى الريجينريشن او اعاده تاهيل العصب او اعاده تكوين العصب من جديد. لان احنا عندنا الاعصاب الطرفيه ممكن تتجدد، بس دايما انت عارف دكتور ايمن العصب الطرفي ده بيتجدد بسرعه قد ايه؟ احنا دايما بنحسب مساحه، يعني لو عندي العصب اللي بيغذي الصبعين دول هو اللي متاثر من هنا من الرقبه، المسافه دي مثلا تعملها 60 سنتي او 70 سنتي، المسافه دي عشان احسب العصب يوصل لهنا امتى، بحسب بدايه العصب واول وصوله للعضله. السنتي الواحد بياخد 40 يوم، السنتي الواحد ياخد اكتر من شهر. طب لو انا عندي 40 سنتي اضرب، انا محتاج 40 شهر. 40 شهر دول 5 سنين عشان يرجع تاني، عشان يرجع ما اصل القضيه مش بتاعتي، انا مش هعرف اغير العصب. انا بشيل الضغط اللي عليه، وعندنا وسائل متعدده جدا، يعني في شوف الشرايح اشكال والوان واحجام والكبير والصغير ودي الحركي اهي بتتحرك وبتمشي، يعني الطب بيحاول يقدم الحلول. بس بنقول دايما كل ما تبقى حلولنا بدري كل ما يغنينا عن استخدام التكنولوجيا المعقده دي. طيب هو الغضاريف ممكن تتعالج من غير عمليات؟ احنا دخلنا في العمليات لان الحالات المعقده هي دي. في غضاريف، في غضاريف بتتعالج 80% من الغضاريف بتتعالج من غير عمليات، من غير عمليه، بس تعالى لي امتى؟ بدري بدري. ناس كثيره جدا بتسمع التعليمات، ناس كثيره جدا بتحفظ الجمله دي، يقول لك انت حضرتك مش بتقول او الدكاتره بيقولوا ان الغضاريف بتتعالج من غير عمليات. ايوه بس كمل الجمله، مش لا تقربوا الصلاه بقى، كمل الجمله. احنا لازم نروح بدري للطبيب المعالج عشان الحق فرصتي في طابور الشفاء واسمع الكلام المطلوب مني. ده المطلوب، يعني لو انا مطلوب لي تدخل مينيمال انفيزيف النهارده اسمع وانفذ، هذه حقيقه. هزي مثلا يبقى انا دخلت بمنظار، دخلت في يوم وروحت في الموضوع ما بتكبرش، لان كل ما بننتظر اكتر الحل جاي جاي. والتدخل وارد وارد هيحصل والله يا فندم. الحكايه دي سببها الاساسي برضو انه ناس كتير بتنقل خبرات غير حقيقيه، يعني فكره بقى، ودي برضو عايزين نختم بيها، يعني اللي هو لا ما تروحش اصل انا سمعت الاعلام ساعات يروح جاي يخبط ويخبط في فرع من الطب، تلاقي الطب كله تاثر، يعني مثلا ممكن قوي يخبطوا في التخدير حقيقي. فتلاقي مساله اثرت عليكم، يعني بص لو عيان داخل لك يكلمك في التخدير. طب يا سيدي انا احنا بنتكلم في المخ والاعصاب والتخدير، ده ما هو ناس رائعه برضو، يعني حصل مشكله صغيره مع المستشفى ان مثلا في مريض ما دخلش وعمل مشكله في الفيسبوك كده، لان الحقيقه الفيسبوك ده ضلال كله الحقيقه. 90% او اكتر من 90% ما فيش فيه اي وجه بالحقيقه الحقيقه وبنعانيها، يعني يعني بجد الحقيقه، يعني واحد يبعت اشعه وعايزك تعالجه وتديله مش عارف ايه على الاشعه، يا فندم احنا مش بنعالج اشعه. لا ده لا ده دي عندنا احنا عندنا موقع على الفيسبوك بنستقبل اسئله، بيجوا ناس عايزين بقى ايه روشتات وبتاع، لا مكتوبه ثقافه، ده موقع ثقافي، موقع ثقافي. وبعدين انا بعرفك ايه اللي موجود وازاي تحله، مش بقول لك تعالى حله لك، تحله عندي او عند غيري، بس احنا عايزين نرفع من مستوانا الفكري. لما يبقى انا عندي غضروف قطني في ظهري او غضروف في رقبتي او تمزق في عضله او كسر في فقره اتعامل معاه ازاي، دي النصايح العامه. لكن ما اقدرش، كل حاله بتختلف بناء على الفحص بتاعي، لان زي ما شفنا حالات عندها اربع غضاريف في رقبتها وحصل ضمور في الحبل الشوكي، الاشعه مبينه ضمور في الحبل الشوكي ومبينه ان في اربع غضاريف وفقدنا الحركه. اجي ابص بقى في الفحص الاقي العضلات حصل ضمور، العضلات بيحصل لها فايبرليشن كده يا دكتور ايمن انت عارف، خلاص بقى حصل لها اتروفي. طب ده لو عملت له عمليه هينفع له العمليه؟ لا مش هيستفيد، مش هيستفيد. ساعتها اقول له لا احنا وصلنا لمرحله ان ما عادش ينفع عمليه، اول كلمه هيقولها لك شوف الدكتور ما بيعرفش الدكتور ده فاشل ما بيعرفش يعالج الحاجه. بالعكس الدكتور ده عنده ضمير، ما بصش. لا هو لو ما مش عنده ضمير هيقول له هات طيب ده بيحصل لك وطلعك، ما هو ده بيحصل، ما هو ده برضو زي ما حضرتك بتقول بتبقى حاله بتعم على ناس كتيره جدا. يحصل بقى ان ربنا يوعده بحد يقول له طه انت لك عمليه، يعمل عمليه اصل هو ده غير راضي على نفسه ولا على مرضه، يطلع بعد العمليه لا ما عملتلوش حاجه. اوعى حد يعمل عمليات، ده انا عملت العمليه وما نجحتش وفشلت، او عملت العمليه وما تحسنتش. ما هو القضيه في الاول ايه الماتيريال اللي احنا بدانا بيها، ايه الـ 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 الخامه اللي احنا اشتغلنا عليها، هل العصب كان كويس، الحبل الشوكي كويس، ممكن الحقه، ممكن ارجع الدوره الدمويه بتاعته، الكلام ده كله لو متاح هتطلع نتائج هايله جدا ان شاء الله رب العالمين. انا وعدت الناس بوجبه علميه رائعه، بس انت قدمت لنا اروع من التي او الذي كنا نتوقعه،
وكالعادة بنستمتع جدا بأسلوبك العلمي الرائع جدا في الشرح والانتقال من منطقة التشخيص إلى منطقة الأعراض إلى منطقة العلاجات واحتمالاتها بطريقة فيها من الرشاقة العلمية ما هو معهود عنك وفيها من المصارحة في الجزء الأخير بالذات ما هو معروف عن هذا البرانش عموما. فلازم نكون صراحة مع الناس في أنه لازم يهتموا بصحتهم. ونحن نتحدث عن الجراحة الأكثر دقة، الجراحات الأكثر احتياجا عند الناس، جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري. نحن نتحدث عن الجراحات اللي ما فيهاش مليمترات وما فيهاش رفاهية لا الاختيار التوقيت ولا اختيار زي ما بيقولوا التايم بقى بعد أجازة الأولاد. الكلام ده ممكن يتعمل في حاجات تانية كتير قوي، لكن في المخ والأعصاب والعمود الفقري والغضاريف ومشاكلها ناو مين ناو الآن. يعني الآن الكلمة دي لها معنى سيء جدا في قلبي وفي قلب ناس كتير هنا، لكن في الطب لا دي حقيقية. ناو تعني الآن، الآن فعلا. نورتنا يا فندم، ربنا يخليك. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديق هودي، كان مبدعا كالعادة في الدكتور. خليكم مع الدكتور. اهلا بكم. من الحاجات اللي ممكن تأثر على سنان شاكير على فكرة يعني. المهم خلينا نقول ان في اربع حاجات غير معتادة او غير متوقعة تأثر على السنان وتأثر على او من خلال الأسنان ممكن تأثر على الصحة العامة. تخيلوا ايه؟ عدوا معايا. اول حاجة شرب المياه الغازية الدايت. عملوا دراسات كتيرة جدا وجدوا ان المياه الغازية الدايت من اخطر الاشياء اللي بتسبب لخلقة السنان وضعفها والتأثير عليها اللي بيؤدي في النهاية الى فقد السنان. دي واحدة. حاجة تانية انه الغطس لفترات طويلة وبطريقة غير احترافية يمكن ان يؤثر ايضا ويسبب تلف الاسنان، لانه مع الغطس بيؤدي الغطاس اساسا كل غطسة وهو عامل انقباض في الفكين بشكل انفولنتري او بشكل زايد عن اللزوم، بيزود الضغط على الفكين. فمع الغطاسين المحترفين اللي بيغطسوا لفترات طويلة وفي اعماق عنيفة بيزيد الضغط على الفكين اكتر واكتر، وبالتالي الاسنان تتأثر كثيرا. طبعا اللي بيحب الغطس هيضايق قوي من الكلام ده. حاجة تانية كمان انه فرشاة السنان ممكن جدا تكون مصدر خطير جدا للعدوى والمشاكل في اللثة، وتنقل فيروسات، تنقل انفلونزا، تنقل فيروسات اخطر من الانفلونزا بقى بكتير زي الفيروسات التهاب الكبدي الوبائي. فعشان كده لازم كل واحد يكون له فرشاة سنانه لوحده، وما تكونش محطوطة كده في نفس البوكت بتاع كل الفراش فرشات الأسنان التانيين. يعني يا سلام كل واحد له نفس فرش السنان بتاعته، كل واحد منقي لون المنقي مش عارف ايه، وكلهم حاطينها في كوباية واحدة فكلهم لازم في بعض. يا سلام، طب ما انت كده الفيروس لو جه على واحدة منهم هتنقله للتاني عادي جدا يعني. فالحاجة الأخيرة بقى اللي بتأثر على السنان، ودي حاجة غريبة جدا، انه لو ان الرضاعة لفترات طويلة يؤدي الى مشكلة خاصة بتسوس الأسنان. الرضاعة الأكثر من سنتين يخلي الطفل عرضة أكثر وأكبر للإصابة بتسوس الأسنان. أربع حاجات مش متوقعين، ناس كتير ما تعرفهمش، لكن الأربعة موجودين والأربعة مؤثرين جدا جدا. هزود لكم حاجة خمسة بقى، حاجة خمسة في منتهى الخطورة. من ضمن الحاجات المخيفة اللي الناس بتعملها كتير قوي إنهم بيستخدموا الخلة، والخلة دي خطرة جدا. الخلة اللي هي الخشبة، حته الخشب طبعا فيها انواع كتيره دلوقتي منها، ويقعدوا يعملوا بيها حفر او يستخدموها في الفروقات بين سنانهم. دي من اكثر الاسباب اللي تسبب فراغات في الاسنان وتزيد من مشاكل اللثه بشكل اكيد، وقد تكون بقى مصدر عدوى رهيب، لانه في ناس بتعمل بالخله وبتحط الخله في جيبها. دي ناس وحشه قوي 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 يعني قوي. ايه ده؟ ايه اللي انا قلته ده؟ تعالوا نبدا النهارده حوارنا مع ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجال، وبيعجبني جدا اسلوبه، حكاياته حكاء رائع جدا ليوميات طبيب اسنان، يوميات مهمة جدا في عالم انقلبت فيه الثقافة من مجرد ان انا بروح في الامرجنسي بس في الطوارئ في الالم، الى ان انا هروح لغير الالم كمان. ان انا ببحث عن ابتسام، انا ببحث على انه انا فاهم كويس جدا على انه الاسنان بتكمل جمال وجهي، فانا ببحث عن بقيه الاجزاء اللي في وشي اللي محتاجه تجميل اللي هي مهمه جدا اللي اسمها الاسنان او الفم. تعالوا نشوف النهارده حوار مثير مع ضيف العزيز، واحد من نجوم هذا المجال، الاستاذ الدكتور كريم مكاتي.
لازم اروح لدكتور الاسنان عشان اعرف ايه مشاكلي. الزراعه دلوقتي تمت بسلام يعني خلاص انا كده ولا في مخاطر منتظراني؟ يبقى المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف ياكل حاجه ناشفه عشان خاطر الزراعيه. لا، النظام المتحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تاكل العظم. دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو ياكل لحد اخر يوم في عمره باسنانه الثابته ويستطعم الاكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف ان المكان ده هيعمل لك الحاجه اللي شكلها طبيعي حلو. الدكتور كريم مكادي، استشاري تجميل الاسنان وجراحه الوجه والفكين، عضو كليه الجراحين الملكيه بانجلترا، عضو الجمعيه الامريكيه لاطباء الاسنان. ضيف العزيز الاستاذ دكتور كريم مكادي، اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا دكتور. عجبك الغطس؟ انت غطاس اساسا. انا غطاس اساسا، معايا شهادتين غطس والمفروض بعد كده هبقى ماستر غطس يعني. كمان انا الناس من اعز اصدقائي غطاسين يعني، غطاسين بارعين يعني. انا بفتخر طبعا استاذنا الاستاذ دكتور جمال سامي ده استاذي وده من اهم جراحين القلب في العالم يعني. طبعا ده غطاس محترف فعلا. اصل الغطس ده يعني اكتر حاجه بتغسل الدماغ على الاخر. اي نيجاتيفيتي، اي حاجه، انت بتشوف عالم تاني، بتشوف دنيا تانيه، بتشوف كائنات مختلفه، الوان، بيخليك تطلع بني ادم تاني. فالعالم ده اي دكتور، اي حد بيشتغل مهنه فيها ستريس عالي بيبقى حلو جدا ان هو بيبقى بيمارس رياضه زي دي. بالنسبه للغطس مع الاسنان، انا عجبني جدا حضرتك يعني فكره ان تعرف ان عمري ما غطست في حياتي. لا ده لازم لازم. انا كبيري حمام السباحه بغطس لما يعني بغلط يعني، ده انا حتى ساعات بنزل حمام السباحه واحرص على اني ما تبلش يعني، شعري نفسه ما يجيش عليه ميه. والله يعني زين واقف في حمام السباحه يعني، انت عارف انا العوم يعني مش حريف أنا. بس الغطس مش لازم تبقى سباح عالي على فكره. ده فعلا الغطاس مش لازم يبقى سباح جامد، والله لان هو معظم الحاجات هي بيعتمد على الفيست بتاعه وعلى معادلات الضغط بره وجوه جسمه. هي فمش لازم يبقى سباح جامد قوي، على قد ما يكون فاهم فكره الضغط وتاثيرها على جسمه. فممكن ياثر على السنان طبعا جدا بشكل جامد جدا، وخصوصا لو هو مش فاهم فكره الضغط على جسمه وما بيعملش الستوبس اللي المفروض يعملها. الناس اللي بتغطس اعماق عاليه اللي بيختاروا ال 27 متر لازم وهو طالع تاني بيبدا يعمل ستوبس عشان يبدا يعمل ريليس او ايه ستوبس دي يعني؟ ستوبس يعني بيطلع يقف على عمق اقل يعني ما يبقاش في العمق بتاعه، يطلع على عمق اقل قبل ما يطلع بره الميه. لازم يقف شويه 5 دقائق وليها حسبه معينه عشان خاطر يبدا الضغط يخف واحده واحده من جسمه. لان تحت بيبقى كل حاجه مضغوطه، كل الاوعيه الدمويه، كل حاجه مضغوطه. لا ما احنا عندنا سؤال في الحته دي، اللي هو سؤال لو طلعت مره واحده كغطس الهازارد اوف دايفنج. طبعا في ناس بتموت، في ناس بتنفجر الرئه بتاعتها. نفس الكلام ده، ما هي فكره اوعيه دمويه. ما احنا عندنا اوعيه دمويه جوه اعصاب جوه السنه نفسها. في الحته اللي فيها الاعصاب والاوعيه الدمويه بتاعتها. فاحنا لما بنطلع فجاه كل الكلام ده تغيير الضغط بيبوظ الاوعيه الدمويه تاني. تاني حاجه الماوس بيس، بيبقى الناس اللي هي مش محترفه قوي المشدوده وهي نازله تغطس يبقى عاضد او جازز قوي على الماوس بيس بتاعته اللي هي بتاعه الاكسجين بتاعته. فطبعا كل ده بيبوظ عضلات الفك والمفصل بتاعها. فلازم اللي بينزل يغطس يمرن نفسه ان هو ما ياثرش على الفك بتاعه والاسنان بتاعه ويعمل الستوبس المظبوطه، ولازم يبقى نازل مع محترف معاه. ايه ابرز المشاكل اللي انت دلوقتي بتشوفها في يومياتك؟ احنا دلوقتي هذا السيزون انا عامله يوميات، تحكي لي بقى الاسبوع اللي فات ده ايه اللي جرى في عندك في قبل ما احكي لحضرتك القصص دي، برضو موضوع اللي حضرتك قلت عليه موضوع خله السنان ده من الكوارث اللي بتهدد السنان. ليه؟ وخصوصا ان هو دلوقتي اللي انا بقيت استغربه، الناس حتى ما بتحطش خله سنان، بيبدا يطبق ورقه او دبوس او حاجه او كارنيه او كارنيه. ده موضوع منتشر جدا. فالفكره ان كل ده بيعمل ابريجن في السنه، بيكسر في سطح السنه، دي حاجه. تاني حاجه بيعمل سبيسنج ما بين السنه والتانيه. فده كله بيخلي الاكل لما بينزل بعد كده بينزل زي السكينه يقطع في اللثه، وبالتالي بيخلي العظم يتاكل في الحته دي، وبالتالي تبدا الاسنان مع الوقت تتلخلخ. فاحنا اعداء خله الاسنان. واي حاجه بنسلكها كده، فرشه سنان جميله جدا، ولو مضطرين الدنتال فلوس ده حل كويس جدا ماشي، بس لكن اي حاجه بندخلها عشان نسلك ده موضوع وحش جدا. طب ليه الانسان بيفقد سنانه؟ ليه الانسان بيفقد سنانه؟ احنا هنقول كلمه، ده سؤال كده عارف، سؤال عام جدا. عام جدا بس السؤال مهم. احنا هنقول اهم حاجه فيه الاهمال. الاهمال هي بدايه كل حاجه، هو العدو الاساسي اللي بعديه بيترتب عليه كل المشاكل بعد كده. يعني انا بدايه ما بغسلش سناني،
تبدا الاكل يتحشر بين السنان، يبدا يتعفن، يعمل لي بكتيريا، البكتيريا دي تبدا تاكل في اللثه والعظم اللي حوالين السنه، تعمل لي احماض تاكل لي في سطح السنه اللي احنا بعد كده بنسميها التسوس، اللي هي ممكن بعد كده توصل للعصب والكلام ده كله. ده اهمال. الاهمال ان انا ما اروحش للدكتور اعمل الكشف الدوري بتاعي، ماشي، يعني عشان خاطر الحق اي حاجه من اولها. انا لو بروح للدكتور كل 3 4 شهور لو التسوس في اوله خالص الدكتور هيعمله مش هيبقى فيه اي مشاكل. ما سيبوش لحد ما يوصل للعصب وبعد كده يضرب العصب وبعد كده اخد انتي بايوتكس واخد مسكنات وبعد كده اسيبه برده فالخراج يقلب لخراج حاجه اسمها خراج مزمن واللي بعد كده بيتطور للاكياس الدهنيه اللي بتاكل في العظم بعد كده وبوظ لي الدنيا. هنا احنا ده اللي بيحصل لما السنه تفقد. بالظبط كده. هو السنه بتفقد بقى بيحصل ايه؟ هو اساسا سبحان الله الاسنان بتاعتنا كلها في حركه، بس هي متثبته في مكانها كل واحده سندة اللي جنبها وسندة اللي قصادها. مجرد ما بنخلع سنة بتبدأ العظم بتاعها بيكش مكان السنة نفسها زي ما احنا شايفين هنا هو، وتبدأ الأسنان تتحرك في السبيس اللي هي أيوة. زي ما احنا شايفين بالظبط كده اتحركت الحركة كل. الخبيث ليه الأسنان بتتحرك؟ عشان في حركة، هي أسنان في حركة بس هما سندين بعض. أيوة. فاحنا شلنا الإكوليبريم بتاعهم أو الثبات بتاعهم. بدا العظم كله بيحاول يعوض المنطقه دي. جاذبيه بنت اللذينه. بالظبط كده. جاذبيه. على فكره جزبية. القصه دي احنا بنستفيد منها في معالجه بعض حالات مشاكل المفصل. ساعات الناس اللي هي بيبقى عندهم طقطقه في المفصل الفك، الطقطقه دي بتبقى نتيجه ان الاربطه بتاعه الغضروف نفسه بدا حصل فيها التهاب وارتخت، فبيبدا الغضروف يتحرك مع فتحه البق وقفله. مشكله ان ده بيعمل تحميل مش مظبوط على الغضروف نفسه اللي بعد كده بيقطع، فاحنا بنعمل حاجه اسمها بايت ريزنج، رافع عضه. رافع العضه ده بنستفيد من الميكانيزم ده ان احنا بنبوظ الثبات بس بطريقه مدروسه. بيتحط على الدروس الورانيه. بنبوظ، لا حلوه قوي الجمله دي، بنبوظ الثبات بس بطريقه مدروسه. بالظبط كده. فاهمها لي بالراحه بقى، هشرح لحضرتك. مش احنا قلنا كل سنه سند اللي قصادها وسند اللي جنبها؟ طيب يعني احنا لو عملنا سبيس ما بين السنتين وبعض اللي قصاد بعض ايه اللي هيحصل؟ السنان هتطول. طب انا عايز اخف الحمل على المفصل واخليه اديله فرصه ان هو يرجع مكانه الطبيعي ويحصل له عمليه الشفاء الطبيعيه. اعمل ايه؟ ارفع العضه بمقدار من 2.5 ل 3.5 مللي. وبعملها ازاي؟ بحط حاجه بترفع على الاسنان الخلفيه وبتعمل لي السبيس اللي انا بقولها لحضرتك دي قدام، فتبدا الاسنان تطول بمقدار من مللي لملي ونص فوق وتحت. ده بيترجم عندي في المفصل لريليس للفورس اللي معموله على الكارتليج. فمع الوقت بنخفف الضغط اللي حاصل على الغضروف خلفي. بالظبط كده. فمع الوقت اللي بيحصل الغضروف ده بيثبت في مكانه وتبدا الاربطه الالتهاب اللي فيها يروح وتبدا تتشد ويروح مشكله الطقطقه، وما نبقاش معرضين ان الغضروف بعد كده يتقطع ونخش في عمليه لتصليح الغضروف والكلام ده كله، ولا الفك يعلق ولا الكلام ده كله. دي من الحاجات اللي هي التقنيات الحديثه جدا. احنا بنحاول نحافظ على مفصل الفك ونتفادى اي جراحه. ليه؟ لان دي الحاجه بتاعت ربنا، مفيش مفصل بيرجع تاني زي ما ربنا خلقه. واللي يقول كده انا مش موافق على الكلام ده. الحاجه بتاعت ربنا هي الاساس دايما. طيب في ناس بتفقد سنانها بالكامل. طبعا. دي بقى مشكله، مثلا مريض سكر كتقدم في السن لسبب مش مفهوم اهمل جدا زي ما انت قلت. الراجل ده بيبقى عنده او الست دي بتبقى عندها حاله ياس. وساعات بيحصل في سن مبكره يعني. طيب انا شفت السن المبكره دي، شفت في سن 40 سنه و37 سنه ما عندهمش ولا سنه. بيبقى ايه اللي حصل؟ وكمان ما عندهمش سكر ولا اي امراض عضويه. بيبقى ايه اللي حصل اساسا؟ هو اهمل، راح لدكتور بتاع حشو وخلع، فالدكتور خلع له السنه اللي بتوجعه واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه، خلع الاسنان كلها، بداوا يعملوا الاطقم المتحركه اللي هي طبعا زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده ان هي بتبدا تخلي العظم اساسا يتاكل، غير فكره اساسا ان العظم اساسا حافظ على حجمه ده بسبب الاسنان اللي جواه. فانا شلت السنه وحطيت له حاجه قاعده بتعمل بريشر على العظم بشكل معين، فالعظم عمال يتاكل. فتجيلي مثلا عندي واحده لسه جايه لي الاسبوع اللي فات عندها 40 سنه وخلع بقى لها سنتين ثلاثه كل اسنانها وماشيه طقم متحرك وعظمها قليل للزراعه. طب هل دي يعني هو طبعا حرام اللي حصل فيها وحرام اللي نصحها بالكلام ده كله، بس هل هي مش من حقها انها ترجع باسنانها تاني كامله؟ لا طبعا من حقها. وخصوصا كمان هل مش من حقها ان هي تدوق الاكل بالطريقه اللي احنا بنستطعم بيها الاكل؟ ما احنا عندنا الاطقم المتحركه دي بتغطي السنسرز بتاعه الاكل. احنا عندنا زي ما احنا هنا شايفين ده يسري، ده يسري. يسري ده مش كبير برضو، ده حاجه و40 سنه فقد اسنانه العلويه كلها، وبدانا نزرع له
عظم مع الزرعات بتاعته وبعد كده حملنا له اسنانه زي ما احنا شايفين فوق هنا. يسري كان من ضمن التحديات بتاعته ان هو لف راح في كذا حته قالوا له انت العظم اللي تحت الجيب الانفي قليل جدا مش هنقدر نعمل لك العمليه دي. فطبعا يسري طبعا كان عنده حاله ياس لحد ما جالنا الحمد لله بدانا رفعنا له الجيب الانفي نرفعه دلوقتي كلوزد مش بنحتاج نعمل جراحه كبيره عشان نرفع الجيب الانفي بنرفعه من المكان اللي بنحط فيه الزراعيه وبنحط عظم وبنحط الزراعيه بتاعتنا وبيقدر الزراعيه تبقى عندها ثبات عالي جدا ويقدر يزرع في المنطقه بتاعه الجيب الانفي اللي نازل. هو ليه ناس ممكن تفقد عظام الفك؟ عشان الاسنان ما بقتش موجوده فيها. دي نقطه. طب فهمي الحته دي اكتر. يعني الحته دي بالنسبه لكم حته مسلمه يعني ممكن الناس وهي بتتفرج علينا دلوقتي يفهموها ان هو يفهم انه نحن نفقد عظام فكنا لاننا نفقد اسناننا. فده شيء بديهي مسلم. جدا مسلم بيه. لكن انا عايز اقرب اكتر من السنه والفك وعلاقتهم ببعض. نبدا طب هقول لحضرتك على حاجه نقولها بالبلدي الاول وبعد كده نتكلم عليها مظبوط. واحد في جيبه حاطط مفاتيح شال المفاتيح ده ايه اللي هيحصل؟ الجيب هيرخي نفس الفكره دي. وليه بتحصل؟ بيبدا العظم الفراغات اللي فيه خصوصا الفك العلوي تبدا تتكبس على بعضيها فيبدا حجم العظم نفسه يقل واحده واحده. يبدا لو احنا مركبين عليها تركيبه متحركه يبدا يعمل بريشر. احنا عارفين طبعا ان العظم بيشتغل باثنين ميكانيزم حاجه اسمها اوستيوكلاستيك اكتيفيتي واوستيوبلاستيك اكتيفيتي. الاوستيوكلاستيك الاثنين بيشتغل الاثنين عكس بعض والاثنين من خصائص من خصائص العظم اللي هو عامل البناء والهدم في العظم نفسه الاثنين عنده. ماشي دول اللي احنا هدم بناء الهدم بناء شغال كده. سبحان الله ده ده الميكانيزم اللي احنا وشنا بيكبر بيه مثلا. يعني العظمه مش بيزيد من بره والعظمه بتتخن لا بتبدا تاكل نفسها من جوه عشان وشنا يكبر. ده طبيعي. فهي نفس القصه دي وتكبر من بره تتراكم من بره ويتاكل من جوه تفضل شكل العظمه هو هو وسمكها هو هو بس كبرت يعني الشكل اتغير. صح تمام. يعني احنا ما فيش الجمجمه ما بتكبرش كده بالظبط ولا نلاقي بقى ايه جمجمه كده 10 سم لا هي بتفضل سمكها ممكن يزيد شويه بس قريب من السمك اللي بدات بيه تقريبا او يعني شويه بيزيد سنه بسيطه بس القصه يتاكل من جوه ويزيد طبقه من بره يتاكل رق من جوه ويزيد رقين من بره يتاكل رق من جوه وهكذا فتلاقي نفسك من جوه وسعت مخك كبر ان شاء الله ما شاء الله والدكتور بقيت راجل كبير بقيت راجل حلو. الميكانيزم ده بقى بيشتغل بطريقه مش مظبوطه في حاله الاطقم المتحركه ان في بريشر موجود على الريدج بتاعنا اللي هو ما فيهوش سنان بتسبورت حجم العظم فبيبدا العظم ده يكش ويتاكل. عشان كده الناس بتشتكي اللي هي بتعيش بالاطقم المتحركه ان الطقم وسع. لا هو الطقم وسع لو وسع حاجه بسيطه بس هو العظم هو اللي كش فانت حسيت ان العظم ان الطقم وسع بدليل ان انت بتعمل طقم في الثاني في الثالث بعد كده الدكتور بيقول لك انا مش هعرف اعمل لك طقم ثابت يعني المتحرك يكون ايه يمسك شويه مش هيعرف. ليه؟ لان العظم بيبقى كش على الاخر. فكل الكلام ده احنا بنلحقه ازاي؟ هي زراعيه بتتحط مكان الخلعه اللي اتعملت. ما نسيبش نفسنا للقصه دي كلها ما نسيبش المشكله تكبر على حد ما نوصل ان احنا محتاجين نزرع عظم محتاجين نرفع الجيب الانفي نستخدم زرعات مايله عشان خاطر مش ما احنا من الاول لو الحاجه اللي احنا فقدناها واساسا دلوقتي ان احنا نفقد سنه دي ما بقتش حاجه سهله. التكنولوجيا خلتنا علاج الجذور والحشوات والكلام ده كله احنا نقدر نحافظ على السنان دي اساسا ما نضطرش لخلعها ولو اضطرينا نلحقها عشان نلحق العظم بتاعها عشان ما نضطرش بعد كده ان احنا ندور على عظم نزرعه في الحته دي ونعمل الكلام اللي احنا قلناه ده كله. يعني احنا نبقى متيقنين من انه العظم لن يسكت على انه زي ما بيقولوا خالي سنه زي ما بيقولوا واحد ايه خالي شغل مش هيسكت بالظبط كده هيعمل ثوره هيعمل قلق بالظبط عظم كده هينهار لانه خالي عظم خالي سنه حلوه كده صح عظم خالي سنة والله العظيم انا بقول الكلام ليكم زي اكتبوها اكتبوها ارجوكم يعني العظم خالي سنة صح. طيب هنشوف حالة دلوقتي برضو من الحالات اللي يعني برضو الحالات دي تبقى جاية نفسيا محتاجة سبورتيف جامد طبعا جدا ده جدا وخصوصا ان هو ما بيبقاش عنده ثقة في نفسه ان هو يقعد يتكلم مع اللي قدامه ومش يعني عارف يتعامل زي كده الحالة دي هو وبعدين بصوا يعني برضه انتوا ده جاي انتوا اللي عاملين الحكاية دي بقى عندكم بقى مكادي سنتر اللي عامل كده انتوا حاطين الصورتين فوق بعض على طول لازم دي لينا وللمريض لازم يبقى عارف هو كان فين وبقى فين ايوه ماشي بس انا كان نفسي تشويق
انا نفسي اشوف الصوره الاولانيه دي انا يعني هتعمل ايه فيها؟ يا نهار ابيض ودي تعمل فيها ايه؟ وبعدين تفاجئني بجمال الصوره بصراحه جميله جدا وانت مصور فروم نير فيجن يعني مصوره وناتشرال يعني مصوره قوي قريب جدا ناتشرال جدا يعني انا عجبني قوي انها ناتشرال ناتشرال يعني طبيعيه. عايز اقول لحضرتك على حاجه الصوره الاولانيه لو حضرتك لاحظت ان الجذور لسه موجوده دي نقطة أنا عايز أتكلم فيها. في ناس بقى بتعمل إيه جات لي قريب هي دي نفس الحالة؟ لا دي حالة تانية. حالة تانية طب دي نفس الحالة زي ما إحنا شايفين فوق هو في جذور موجودة كان رأي المريض لما جه وسألناه قلنا له أنت ليه سايب الجذور دي؟ قال لك أنا سمعت إن إحنا لازم نسيب السنة في مكان عشان تحافظ على حجم العظم. طب كويس جدا. لا مش كويس خالص. ليه بقى؟ لأن السنان دي كلها العصب بتاعها تعفن وعمل بكتيريا تحتيها، البكتيريا دي عملت بريشر على العظم اللي اشتغل بفكرة الأوستيوكلاستيك أكتيفيتي اللي إحنا قلناها في الأول فأكل نفسه وعمل أوضة، الأوضة دي فيها صديد، يبدأ الجسم يبعت حاجة اسمها إبيثيليال سيلز عشان يوقف يعمل كنترول للعظم اللي بيتاكل ده. اللي لما بتكتمل إبيثيليال سيلز دي بطانة الأوضة دي ده بنسميه إيه؟ أبسس. لا سيست هنا بقى سيست ماشي ما السيست اللي هو الكيس الدهني الكيس الدهني اللي هو بيتطور بعد كده ممكن يقلب ابسس ما هو ابسس ده في الاول اكيوت في كرونيك في سيست في السيست ده بقى بيبدا يتطور من انفكتد يوصل اخر حاجه فيه لحاجه اسمها كيراتوسيست كيراتوسيست ده بيتسمى كده عندنا سيست لايك تيومر يعني يعامل معامله الاورام ليه اوصل لكل ده عشان سايب سنه هياكل في العظم بعد كده ويكبر ليه بيتسمى كده بقى عشان بيكبر بحاجه اسمها فينجر لايك بروجكشنز بيكبر بشكل صوابع داخله في العظم فمهما بيتشال بيتبقى منه جزء عشان كده لازم بيتشال بسيفتي مارجنز عشان كده لازم يعامل معامله طب انا كل ده عشان انا سبت بيتشال بسيفتي مارجن يعني معلش احنا قلنا انجليزي النهارده اوكي انجليزي اترجم انا كلمه ورم حاجه سيست اهي هتشال كانها ورم فهيتشال حواليها هي مثلا وليكن واخده 3 في 3 لا لما انا اجي اشالها بقى هشيل بمساحه 5 في 5 مظبوط كده يعني ازود كمان 2 ايه استأصل بقى كمان في النسيج الطبيعي السليم عشان أأمن نفسي لانها هي متوغله بصوابعها جوه هذا النسيج كل حته صغيره تعملي كيس دهني تاني تاكلي في عظم تاني فلازم تتشال مظبوطه حلوه قوي الحاله دي كمان كل ده يعني ليه بقى عشان احنا سيبنا السنه تعمل كل ده وما وقفناش قصادها ده دي فكره زراعه الفك بالكامل دي انا من المواضيع اللي انا بعشقها فكره ان المريض ما بياكلش اي حاجه ما بيدوقش اي حاجه مش عايش وتقال له انت من حقك تعيش بسنانك لحد اخر يوم بعمرك ونعمل له الكلام ده ويخرج بالشكل اللي تحت ده لا رائع جدا كم زرعه دول دول كانوا 8 فوق و8 تحت تقريبا الحاله دي بقى لها فتره اصلها 3 4 5 8 فوق 8 تحت هي نفس الحاله بالظبط هي نفس الحاله رائعه جدا وانا اللي عجبني قوي فكره الناتشراليتي وطبعا البايت انتوا الفتوا هنا بايت بقى دي قصه تانية خالص بقى هنا ما كانش فيه اساسا بايت موجوده بالظبط بس احنا بنقدر بقى مفيش عضه يعني بنقدر ندور على شكل البايت اللي المفروض هو يكون عليها بنبدا نخليه يعض بطريقه معينه بنقول له يرفع لسانه في سقف حلقه لورا فبيبدا الفك طبعا زي ما حضرتك عارف لما ما بيكونش فيه اسنان ما بيبقاش فيه جايدنس للعضه بالنسبه للمريض نفسه مش لينا احنا بس فبيبدا الفك يرتخي وينزل لتحت يبقى هو بيعض على ضراديره بطريقه مش مظبوطه فبنخليه يحط يرجع لسانه لورا قوي ويبدا معاه احنا نعلمه العضه عشان نعرف شكل عضته في الاخر هتبقى عامله ازاي وبنبدا نستخدم هنا بقى بيخش بتوع اللي هم الريموفبل بروسيسز اللي هم الاطقم المتحركه احنا هنا بنستخدمها في الحته دي بقى عشان نرسم العضه نالف العضه عن طريق الناس اللي هم متخصصين في الاطقم المتحركه اللي هم دول اللي بيرسموا لنا بيحطوا الاول حاجات زي شبه اللثه بتاعت المريض فوق وتحت ويبدا يرسم لي العضه المفروض تبقى في الحته دي والكمبيوتر بقى بعد كده السارك بقى والسمايل ديزاين بقى يبداوا يتدخلوا في الموضوع ده كله ويخرج الموضوع في الاخر ان هي العضه تبقى مظبوطه والمريض ما يبقاش متضايق وياكل كويس جدا دايما دلوقتي بتوجه كتير من الناس انهم يسمعوا انهم محتاجين عضم تقول لهم ان انت محتاجين عضم مظبوط الحاجات دي بالنسبه للجيل دي تخوف جدا يمكن الجيل الجديد عادي يعني لو هو اعتقد انه حط باش عضم يا سلام احنا لكن هتيجي تقول لواحد انت محتاج عضم هينهار وهينزل بقى عظم ايه اللي هحطه وهجيبه منين وانا عندي عظم انا عندي هشاشه اي حد هيتكلم كده فعايزين نفهم بس الناس ايه حكايه عظم هتحط عشان الكلمه دي على فكره صعبه برضو على دماغ الناس خلينا نقسمها لسيفير كيسز
وكيسز اقل من السيفير شويه. في الكيسز اللي اقل من السيفير شويه بنقدر ان احنا عن طريق في عظم صناعي دلوقتي بيبقى امبولز كده بيبقى فيها باودر ماشي، دي بتتحط في العظم مع البلازما اللي احنا بنسحبها من المريض. البلازما دي موضوع مهم جدا، البلازما دي فيها عناصر النمو والشفاء، وبنحط عليها البي ار اف بتاعتها ونقفل على الكلام ده كله باللثه، بتكون لنا اماكن تكون عظم جديد. يعني هي بتبدا تمسك في نفسها وتبدا تحفز العظم في الحته دي كلها انه يبقى حته واحده هي مع العظم الاساسي بتاع المريض. ده في الحاجات اللي هي اقل من سيفير شويه. طب لو انا عندي مثلا حد عنده كليفت مثلا او عندي حته جزء ديفكت كبير في العظم، احنا بنعمل ايه مع الناس دي؟ هنا بقى اللي بنضطر ان احنا ناخد عظم من جسمه سواء من الحوض او الرب او حاجه زي كده، بنبدا ناخدها ونثبتها في مكانها بشرايح ومسامير، اللي بعديها بكام شهر 6 شهور بنبدا نحط فيها الزرعات بتاعتنا ونقدر ان احنا نرجع له المضغ بتاعه. بس دي بتبقى كيسز قليله جدا، معظم الشغل دلوقتي شغال بالعظم الصناعي اللي هو الباودر اللي هو بنحطه وبعد كده نسيبه شويه وبيبقى ماسك كويس وبتبقى الدنيا كويسه جدا، نتائجه هايله جدا. يعني انا عايز اروح للاشعه المقطعيه. الاشعه المقطعيه دي مهمه جدا، اختراع جدا، مش رفاهيه خالص في زراعه الاسنان. لا أساس. انا 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 متحمس جدا انه من كتر ما بشوف مشاكل لناس زرعه من غير اشعه مقطعيه، زرعوا بانوراما بس. في ناس بتعمل كده لحد دلوقتي؟ اه بيدفعوا تمن. طب بيشوف بيشوف جوه ازاي؟ يعني البانوراما دي 2D. اه 2D. ماشي. يعني صوره. العمق بتاعها فين؟ قال لك انا بالخبره. بالخبره. اوكي. عن طريق ان هو بيمسك اللثه. عارف. طب يعني. ولو هي كيراتينايزد، يعني الكيراتينايزيشن فيها عالي، هيبقى ايه؟ ده في ناس يعني اللثه بيبقى سمكها لوحدها واصله ل 3.5 و4 مللي. في ناس في حالات لما بنفتح بيبقى السمك بتاعها كده. فاحنا بنحدد ازاي سمك العظم بالنظر كده اهو. مستحيل. الاشعه المقطعيه دي هي اللي بتبين لنا الفاين ديتيلز. هي بتعمل لنا ايه؟ هي بتقطع لنا العظم ترانشات صغيره، وبعد كده بتخلينا نمسك كل حته عظم لوحدها. هنا دي الاشعه المقطعيه واحنا بنستخدمها عشان نحدد مكان الزراعيه. بتفرحني الصوره دي جدا. دي من احلى الفيديوهات اللي احنا بنشوفها. بتفرحني. طبعا. بنبدا نقطع العظم لشرايح صغيره ونشوف طول وسمك وعرض العظم قد ايه زي ما احنا شايفين في الصوره اللي فوق، ونحدد بنعمل يعني بنسنتر او يعني نخليها سنتريك يعني في النص للزراعيه نفسها عشان نشوف العظم هيبقى حواليها عامل ازاي وميولها عامل ازاي. ده اللي بيسبب نجاح الزراعيه، ان انا ما يبقاش في عظم قليل حوالين الزراعيه. دلوقتي بقينا نربط بقى الكلام ده بالسيرك والسمايل ديزاين والكلام ده، بقينا نحدد اساسا يعني احنا عندنا حته عظم كويسه، طب انا هختار انهي حته فيهم بالظبط؟ يعني ايه النقطه بالظبط اللي انا هبدا فيها؟ بنبدا نشوف شكلها في الاخر جماليا هيبقى ايه. ده بقى دخول الاثنين مع بعض، بنحدد عن طريقه حته العظم مع حته الجمال، ففي الاخر توصل ان انت زرعت زراعيه حطيت عليها السنه او الطربوش او التركيبه الثابته بتاعتها بشكل جمالي الطبيعي بتاعتها بالسنان المرصوصه اللي في الاخر ما حدش هيعرف ان انت مركب اي حاجه. اذا الاشعه المقطعيه لن تكون لا غنى عنها. لا غنى عنها. الاشعه المقطعيه دي بتبين لي مكان الجيوب الانفيه، بتبين لي الاعصاب اللي ماشيه عامله ازاي في الفك السفلي، اللي مش متوقع بالظبط كده هو. يعني الكلام ده كله هيشوفه ازاي في البانوراما؟ صعب قوي. الاشعه المقطعيه لو احنا شفناها يعني هتفيدنا في حالات هنشوفها دلوقتي، يعني برضو هنربط بين الاشعه المقطعيه وبين هذه الحالات. الحاله دي من اهم الحالات اللي احنا بنتكلم فيها هنا زراعه العظم. لو حضرتك بصينا فوق هنا ده علاج عصب مش مظبوط. ادى الى ايه؟ احنا كنا قلنا في الاول لما بيحصل باس تحت وبيتساب بيبدا العظم ياكل نفسه. العظم متاكل من فوق تماما بسبب العلاج العصب اللي مش مظبوط. طيب المريض ده جاي السنان دي كلها او التركيبه بالسنان كل ده بيتلخلخ رايح جاي بشكل مهول. طيب راح لف، لا مستحيل نزرع لك انت عندكش عظم خالص، وقالوا له احنا هناخد لك حته من الحوض عشان نركب لك الزرعات دي. ده حل موجود، بس انا ليه دايما اخش الحته الصعبه ان انا افتح حتتين عشان احط العظم من حته لحته؟ لا، اللي تحت احنا عملنا ايه؟ حطينا الزرعات بتاعتنا بشكل معين وحطينا معاها العظم الصناعي بتاعنا. لو حضرتك بصيت هتلاقي ان العظم فعلا بدا يتكون. الاشعه اللي تحت دي بعد شهرين ونص من وضع العظم بتاعنا، بعديها بشهر ونص تقريبا قدرنا نحمل. وفي صوره تانية احنا حاطينها دي بتبين لنا قبل وبعد
الحاله كان شكلها عامل ازاي. هتظهر معانا دوت اهي. يعني هو ده بعد ما احنا حطينا العظم ده فوق يمين، بعد كده ده بعد ما ركبنا رؤوس الذراعات بتاعتنا، وتحت ده الشكل النهائي بعد ما خلصنا الاسنان بتاعتنا. كيف تتم عمليه الزراعه؟ نشوف السؤال بسيط جدا بس انا خبيث، لان انا عايز اسالك كيف تتم عمليه الزراعه، الخطوات اللي المريض لازم يكون عارفها عشان يعرف انه بيتعامل مع محترفين. طبعا معلش يعني اقول له، لانه الزراعه لو ما لقاش الخطوات دي قوم يا عم اجري اركب الناقه وشرخ. تمام. اول حاجه انت لو دخلت عند اي عياده ما سالش عن الميديكال هيستوري، التاريخ الطبي بتاعك، كده كده لازم نجري. لان الميديكال هيستوري دي بتاثر جدا على اي شغل في كل برانشات الطب. يعني لازم يبقى الدكتور عارف عندك سكر، عندك قلب، عندك اي مشاكل صحيه، لازم يبقى عارف كل الكلام ده كله، في سيوله في الدم، في روماتويد، في الكلام ده، لان كل حاجه من الحاجات دي هتخلي الدكتور ياخد احتياطاته بشكل معين في الجراحه بتاعته، هتخليه يستخدم انواع معينه من الزرعات، هتخليه ممكن يقول لك روح ظبط القصه دي وارجع لي تاني. فالدكتور اللي مش هيسال الحاجات دي مش هيبقى عارفها، فمش هياخد احتياطاته منها، فالنتيجه هتبقى فشل العمليه. دي اول حاجه. تاني حاجه التشخيص. التشخيص ده اللي هو كلينيكالي وعن طريق الانفستيجيشنز. يعني كلينيكالي دي ان هو الدكتور بيكشف على المريض بشكل عادي جدا، ويسمع السنه دي فقدتها امتى والكلام ده كله، و و و ويشوف الهايجين بتاعه ويظبط الكلام ده. انفستيجيشنز دي بتبدا من الاشعه المقطعيه اللي هي بتحدد لنا الميديا او التربه اللي انا هزرع فيها شكلها عامل ازاي، بتحدد لنا طولها، عرضها، سمكها، كثافتها، قربها او بعدها من الفايتلز. يعني ايه الفايتلز؟ يعني مثلا اعصاب، جيوب انفيه، الكلام ده. فبعد كده بيقرر ان هو الوضع كله سليم، فاحنا هنزرع الزراعيه بالطريقه العاديه السهله، او هناخد سكه تانية عشان نتفادى بيها عصب، نتفادى بيها جيب انفي، او هنرفع الجيب الانفي، او هنتفادى بيها مشكله معينه، او مثلا لقى في سكته مثلا في كيس دهني لازم يتشال الاول، هيمشي في السكه دي، العظم قليل مثلا هيزرع عظم مع الزرعيه اللي هو بيحطها. الكلام ده كله مش هيعرف يحدده باشعه ثنائيه الابعاد، لازم ثلاثيه الابعاد. ثنائيه الابعاد دي اللي هي البانوراما، دي بتجيب لنا من بره بس، ثلاثيه الابعاد هتجيب لنا اللي جوه، جيب لنا الترانشايه اللي هنشوف فيها كل الكلام اللي احنا قلنا الكلام فيه ده. تالت حاجة التحاليل. ما أنا دلوقتي معظم الناس مش يا إما مش صادقة مع نفسها يا إما مهملة في صحتها. فأنا إيه اللي هيعرفني إن المريض ده فعلا ما عندوش 1 2 3 سكر، ضغط، الكلام ده كله؟ لازم أبدأ أحلله، حتى لو عندي جهاز أحلله راندوم، يعني أعرف بس كده السكر بتاعه عامل إزاي، لازم أعرف ضغطه عامل إزاي، الحاجات اللي هي الأساسية. تمام. أطلب منه تحاليل دي، ان هو يعملها في مركز تحاليل وبعد كده يجي لي بيها. بعد ما عملنا كل الكلام ده يبدا بقى عمليه الجراحه بتاعتنا، اللي هي اساسا يعني احنا اخذنا مشوار طويل قوي عشان ناخد القرار والطريقه اللي احنا هنمشي بيها. الزراعيه بتتحط في قد ايه بقى بعد الكلام ده كله؟ 8 دقائق. في 8 دقائق الزراعيه بتبقى محطوطه في مكانها، ومفيش اي الم، ومفيش الم حتى بعد العمليه، مفيش اي مشاكل خالص. ولانها عمليه دائما احنا ماينور سيرجري، يعني ماينور سيرجري بس اسمها سيرجري. دائما طالما كلمه سيرجري اتقالت يبقى هنسال عن مضاعفات محتمله، مخاطر موجوده. ده سؤال هنسمعه من هاني عفيفي دلوقتي ونشوف يقصد بيه ايه. وزي ما انا قلت لكم ورا الكلام كلام، تعالوا نشوف. كل ما كبر الإنسان كل ما أسنانه بتبقى عرضة للتسوس أو الكسر أو الفقدان بشكل كامل. مجال طب الأسنان بيتطور كل يوم، ومع اتباع الطرق التقليدية لاستبدال الأسنان المفقودة بعمل التركيبات الثابتة أو المتحركة حسب الحالة، تطورت عمليات زراعة وغرس الأسنان مع استخدام جذور من معدن التيتانيوم لغرس السنة، وبتبقى شبه السنة الطبيعية بالظبط، وبكده يقدر الشخص يأكل ويتكلم بصورة طبيعية. الجدير بالذكر إن المتوسط العمري للأسنان المزروعة بيمتد ل 30 سنة. كمان نسب النجاح عالية جداً، بتوصل ل 95% للفك السفلي و 90% للفك العلوي. يا ترى إيه الحالات المناسبة لزراعة الأسنان؟ وهل في موانع لإجراءها؟ الموانع والمخاطر، الحالات المناسبة طبعاً مفهومة، مفقود سن، لكن الموانع والمخاطر.
نبدأ بالموانع الأول. الموانع لو في حد بيجز على أسنانه بشكل مفرط دي من الموانع، لأن احنا زي ما احنا قلنا قبل كده إن في فكرة العظم بياكل نفسه بفكرة الأوستيوكلاستيك أكتيفيتي، بريشر زيادة على زرعية يعني توزيع أحمال مش مظبوط هيؤدي إلى فيلير بتاعة الزرعية دي. فكرة توزيع الأحمال دي مهمة جدا، عدد الزرعات اللي شايلة التركيبة فوقيها مع الفورس اللي نازلة عليها دي حاجة. السكر الغير منتظم، السكر الغير منتظم ده من أحد الحاجات اللي هي عدائنا، لازم الراجل يظبط السكر بتاعه الأول وبعد كده نزرع له زرعات بتاعته مش هيبقى فيها أي مشاكل. عدم الاحترافية، عدم الاحترافية دي مهمة جدا. في احنا بنشوف زرعية بتتحط السمك العظم حواليها أقل من ملي، انت حطيت الزراعية دي ازاي؟ اخدت القرار ده ازاي؟ انت لازم تبقى عارف وانت رايح. دي موانع بقى للمريض ان هو يروح يزرع الزراعية دي عند الدكتور ده. السيولة العالية في الدم، انت عارف حكاية الزرعة اللي هي عظم حواليها اقل من ملي دي بتفكرني، انت عارف ساعات الولاد يجيبوا الصور على الانترنت لبيوت بتتبني، البيت مثلا مبني ايه عبارة عن اوضة والبيت اربع ادوار فوق شفت الصور دي او تلاقي ايه بيتين بينهم وبعض ممر اتبنى فيه بيت شفت الصور دي مظبوط صح لطيفه صح. يعني هي الاقل من ملي دي برضو ممكن نقولها ان ما نزلش حفر حفره عشان يحط الاساسات بتاعه العماره. ما هو احنا طول ما احنا عندنا السبورت بتاعك قليل النتيجه هتبقى مش مظبوطه. طبعا لازم نقول الدكتور اللي هيقول لك ان 100% الزراعيه ناجحه، انا مش موافق على الكلام ده. اي بروسيسز بتحط في الجسم فيها نسبه صغيره جدا ماشي، بس احنا بنقلل دايما او بنحاول نعمل كل الطرق عشان خاطر نوصل لنجاح الزراعيه دي. احنا دلوقتي بنجارانتي الزراعات بتاعتنا عشان احنا واصلين لنسبه نجاح عاليه جدا، فاحنا ما بنقلقش من فكره ان الجسم هيرفض والكلام ده كله، لان التقنيه اللي بقت معموله بيها الزرعات بقت عاليه جدا. فكره الجاما ريز اللي بتعالج بيها الزرعيه ده برضو بيزود نجاح الزرعيه. فكره الليزر لوك، معالجه الليزر في بعض اماكن الزرعيه، ده بيزود نجاح الزرعيه بشكل كبير جدا وبيزود ثباتها جدا. فطبعا كل الحاجات دي هي اللي بتخلينا نطمن او ما نطمنش للزرعات نفسها. هناك نايت مير او كابوس يسمى الكيس الدهني. بص تلاقي واحد يقول لك انا عندي كيس دهني بهدلني وبروح للدكتور وبتعالج بقى لي فتره طويله. ايه هو الكيس الدهني ده؟ عندنا في الطب مفهوم انه حاجه طالعه على الجلد، عنده كيس دهني في دراعه وعنده كيس دهني في وشه. إيه انتوا عندكم كيس دهني ده؟ عندنا كيس دهني جوه العظم بقى. يا خبر ابيض. مشكلته ان احنا ما بنشوفوش، احنا بنشوف نتائجه. بنشوف نتائجه في الاول ان حد بيعالج علاج جذور بيقعد فتره طويله جدا، علاج الجذور ده ما بيتحلش، بعد كده بنلاقي السنه بتتلخلخ والسنه اللي حواليها بتتلخلخ، لان الكيس الدهني اللي اتكون ده بيبدا ياكل العظم اللي حوالين الاسنان ده. تعالى يا دكتور ايمن نقول من الاول بقى، هو الكيس الدهني ده جه ليه؟ علاج مش مظبوط للسنه او اهمال من المريض في علاج السنه، الاثنين هيؤدوا لده. علاج مش مظبوط يعني ايه؟ يعني دكتور عمل علاج جذور مش مظبوط، سواء كان شورت ما نضفش كويس او لونج او الكلام ده كله، يبدا يتكون بكتيريا تحت الجدر. البكتيريا دي بتبدا تعمل بريشر، بتعمل ضغط على خلايا العظم. ده كيس دهني من الاكياس الدهنيه اللي احنا طلعناها. او ماي جاد. طلعنا يعني حجم كيس دهني ده كان 3 في 3 3 سنتي. ايوه 3 سنتي. ايوه ما احنا لو بصينا تحت هو واخد السنان كلها، يعني دي احنا حطينا شلنا الكيس الدهني ده وحطينا الزرعات دي، ده هنا بعد ما حطينا الزرعات كمان، بعد ما حطينا الروز بتاعت الزرعات، شلنا الكيس الدهني اللي بالحجم ده اللي هو واكل الاسنان دي، كل الاسنان دي كانت بتلعب كلها بتتلخلخ بشكل كبير جدا لان الاساس بتاعها مش ممسوك. فبنبدا نحط الزرعات بتاعنا وبنحط العظم حواليها وبعد كده نحمل على الزرعات دي والدنيا بتبقى كويسه في الاخر. سهل علاجه؟ لازم يتشال. انا عارف. ولازم يتشال في اوله، لان احنا كل ما بنتاخر عليه كل ما هو بيتطور لانواع، لحاجه نوع اسمه كيراتوسيست. الكيراتوسيست ده بنسميه عندنا سيست لايك تيومر، بيتعامل معامله الاورام. ليه؟ عشان هو بيكبر بفينجر لايك بروجكشنز، يعني بيكبر زي الصوابع جوه العظم، فلما بيجي يتشال لازم هيبقى في جزء منه متسف فبيرجع مره تانية. فعشان كده بنشيله بسيفتي مارجنز، بنشيله بحته زياده، بنستأصل حته زياده عشان ما يرجعلناش مره تانية. طب ليه نوصل للكلام ده كله؟ ما احنا من الاول علاج الجذور يتعمل مظبوط، او لو اتعمل مش مظبوط او انا لقيت فيه مشكله لسه بتواجهني اروح اشوف ايه المشكله دي، لان هو في الاول بيبقى فيه خراج مزمن اللي هي بتبقى اوضه
جوه العظم. الاوضه دي طول ما هي موجوده عمر ما السنه دي هتتعالج، لازم الاول الاوضه دي تتعالج. بنعمل حاجه اسمها ابيسكتومي، بنشيل جزء من الجدر مع تنظيف الاوضه دي بشكل كويس قوي، نحط عظم. ممكن في المرحله دي ان احنا نحافظ على السنه، ما نسيبوش يكبر لحد ما يقلب لكيس دهني وياكل في السنان اللي حواليه. في الاول مع التشيك اب المستمر مع الاكس ريز مع الكلام ده كله بنعرف الكلام ده من الاول كله ونحافظ على السنان الطبيعيه، ما نضطرش ان احنا نشيل كيس دهني ونشيل اسنان ونزرع زرعات ونحط عظم ونستنى عشان نحمل عليها، الكلام ده كله ما كانش موجود. هناك اسئله في الطب مستفزه للمحترفين، ان انا اسالك ايه الهون الاحسن، العربيه النقل ولا العربيه السيدان؟ ايه اللي جاب دي اللي يعني ما دي ليها استخدام ودي ليها استخدام، ان انا اقول لك مين اطول النخله ولا القطر، يعني كلام مثلاً. اللي هو مثلا يعني فهذا النمط من الاسئله هو اللي هتسمعه دلوقتي. يلا بينا يلا بينا تعال نشوف، بس ممكن يكون فعلا في حاجه افضليه لشيء عن شيء، بس نشوف الاول السؤال ونفهم يعني هل هناك افضليه ولا في الطب بلاش تقول مين افضل من مين طالما كل واحد حاجه ليها مكانها واستخدامها. طب هو ايه الافضل، تركيب الاسنان ولا سرعتها؟ هو يسأل عن الافضل ما بين الزراعه والتركيبات السد. احنا بنتحط في نقطه كلها احراجات كده. هل بس احنا هنقول الصح. هل السؤال ده اجابته ان في حاجه افضل من حاجه ولا كل حاجه مقاحه؟ احنا ممكن نقول ان هم كومبايند اساسا. كومبايند يعني هم مع بعض شريكين. شريكين مش ما نقدرش نستخدم واحد لوحده. يعني انا لو سنه عندي مخلوعه انا مش موافق ان احنا نعمل كوبري عشان نعوض السنه دي. ليه؟ لان انا سايب العظم تحتيها هيكش، بسبب العظم لما هيكش هيكشف لي الجذور اللي هي بتاعت السنتين التانيين، بردت سنتين بتوعي اللي هم الطبيعيين نفسهم. كل الكلام ده هو ده اللي بيحصل اهو. بص هتركب زرعيه، دي زرعيه حافظت على عظمي وركبت عليها بعد كده التربوش وماليش دعوه بالسنان اللي حواليه، والسنان زي ما هي. يبقى احنا كده ما اكلناش لا سنه وحافظنا على العظم والكلام ده كله. هنا احنا حضرنا السنه اللي حواليها، دي اول حاجه حضرنا في الحاجه بتاعت ربنا. تاني حاجه ركبنا. ايه اللي هيحصل بقى؟ هيبدا المفروض ان العظم هيبدا يكش في الحته اللي في النص دي. العظم لما هيكش يبدا يعمل لنا سبيس، يبدا يكشف لنا الجذور اللي حوالين السنه. الجذور دي بتبقى سنسيتيف جدا وطبعا التنظيف بيها بيبقى صعب جدا. السنسيتيفيتي دي بتاثر على اعصاب السنه نفسها، فبتبوظ عصب السنه نفسه اللي بعد كده بيعمل لنا خراج تحت السنه. ده المنظر اللي احنا كنا بنتكلم عليه. ان السنه يعني الخراج اكل في العظم فوق. وبعد كده طبعا التسوس كسرت السنه، يبقى مين احسن؟ تبدا بقى دي تبوظ خلاص، دي تبوظ بقى الصديد هو بيتكون بالظبط كده، التركيبه باظت، هنشيل التركيبه ونبدا نلجا الى في ناس بقى في حل من اتنين، يا اما اكون فهمت يا اما احضر سنه تانية. يا اما تقول وهكذا بقى، لا قدر الله ما فهمتش. بالظبط كده اللي هو ايه؟ انت دخلت الحاره دي واتضربت قبل كده، ايه اللي جابك تاني؟ عايز اقول لحاجه لحضرتك يا دكتور ايمن حاجه، في ناس مشيت كده لحد ما خسرت السنان كلها. ما هو شغال اهو. يعني ده حقيقي مش انيميشن، ده بيحصل بجد في الحقيقه. عمل تركيبه هي من مصر للسلوم. بالظبط. يعني نكمل. يعني ما فهمتش في اول مره. البعيد غبي. انت قبل كده التركيبه باظت وعملت لك مشاكل، تقوم تكمل بقى برده في الاثنين دول وتوسع التركيب. وهكذا وتوسع التركيب. المساله عامله يعني لطيفه جدا يعني. ما هو ده يعني عارف، في نصابين دلوقتي ينصب عليك وعليا وياخد منا فلوس، فاحنا نطالبه بفلوس فينصب على اثنين تانيين غير ناخد منه فلوس ويدونا فلوسنا. واخد بالك؟ وينصب على واحد ثالث بقى يخليهم ثلاثه نصب بقى عشان خاطر ايه؟ يعني يسدد لي بين اثنين وواحد ثاني يصرف فلوسه. وهكذا الثلاثه ينصب على خمسه يسد ثلاثه وياخد فلوس اثنين. وتستمر الحياه. وتستمر الرحله الصعبه جدا. اذا انت شايف ان الزراعه افضل بقى؟ ما يعني احنا قلنا ان هي كومبايند، احنا تركيب للتعويض. لا، احنا هنحط التركيبه فوق الزراعيه اللي احنا حطيناها. هنعمل تركيبه على كذا زرعه بنعوض بيها كذا سنه. انا موافق، لكن هنبرد سنه او سنتين عشان خاطر نحط كوبري يعوض لنا سنه ناقصه، ده انا مش موافق عليه خالص. كده كده يبقى احنا عارفين ان مصير السنتين ومصير العظم اللي في النص كل الكلام ده ضايع في الاخر. هذه حالات لجأت الى تركيبه. لا، دي قصه تانية. دي قصه علاج الضب زمان
كان الريليشن ما بين الفكين كانت لازم تتدخل جراحي. الضب يعني ايه ضب؟ يعني العظم بتاعنا طالع لقدام او الاسنان طالعه لقدام فسببت لنا الضب بتاعنا. بعد كده بدانا نقيس المسافات عشان نعرف هو العظم اللي طالع ولا الاسنان اللي طالعه ولا الاثنين مع بعض. طب ده بنسبه قد ايه وده بنسبه قد ايه. فبدانا نشوف ان احنا لو احنا لجأنا، طبعا الاسنان بتبقى حالتها وحشه اللي هي بتبقى مفرقه، اللي هي عندهم ضب وطالعه لقدام دي بتبقى مفرقه، فبتبقى اساسا الاسنان نفسها متاثره. فبنبدا نشوف ان احنا لو حضرنا الاسنان بشكل معين نقدر نعمل لها ديزاين مظبوط يقلل لنا المشكله عنها. لان جراحه اللي هي اللي هي الأورثوجناتيك سيرجريز نفسها، ان احنا عندنا في ضب عايزين نرجعه لورا او الفك السفلي طالع لقدام وعايزين ندخله جوه او نشوف العلاقتين مع بعض مين الوضع الاحسن ليهم، دي جراحه مش صغيره خالص. بنضطر ان احنا نفصل العظم عن الجمجمه. زي ما احنا شايفين ده محمد من السودان، احنا عندنا هنا اوفر جيت ده اللي هو الفرق ما بين السنان العلويه والسنان السفليه. هنا عندنا عظم طالع لبره مع اسنان طالعه لبره ادت الى المنظر ده. لما جينا عملنا الاشعاعات بتاعتنا وسحبنا الكلام ده كله على السمايل ديزاين، لقينا ان احنا لو حضرنا الاسنان بشكل معين نقدر نوصل لنتيجه كويسه من غير جراحه، من غير ما نقفل الفك فتره طويله، من غير ما ننشر الفك العلوي من قاع الجمجمه ونرجعه لورا. تمام. فوصلنا للنتيجه اللي تحت دي زي ما احنا شايفين. حقيقه شغل رائع، شغل رائع واجتهاد متميز للغايه. ويبقى لينا دلوقتي النتيجه وصلنا لها مميزه جدا، انه الزراعه لها دورها ولها معطياتها ولها احتياجاتها ولها اولوياتها لو كانت المساله متساويه بين الزراعه والتركيبات. لكن في حالات تحتاج تركيبات يعني في ماست وبعدين هنا ده اسنانه كامله، فما فيش عظم هيكش، ما فيش اي حاجه هتحصل إن لو التركيبه معموله بشكل مظبوط، لو احنا المقاسات بتاعتنا او التكنولوجي المستخدمه فيها التركيبات دي كله دلوقتي بقى كمبيوترايزد والحاجات دي كلها بتتاخد على الكمبيوتر وتعمل لها ديزاين، فبتبقى مقفله على السنين. دلوقتي ما بقاش في جو البورسلين بتاع زمان، جو ان انا بعمل او الفني بيعمل الشاسيه بتاع التركيبه الاول شمع وبعد كده يحطها في جبس يسيح الشمع ويدخل ميتال الناحيه الثانيه. الكلام ده كله عمره ما كان يكون اكيوريت. اول حاجه عندنا مفيش اكيوريسي في ايد الفني نفسه، تاني حاجه عندنا مواد مختلفه بتتمدد وتنكمش مع التسخين والتبريد، لازم تعمل لي ليك، تعمل لي تسريب ولو قليل فهتضرب السنه اللي تحتيها. دلوقتي فكره الثري دي برينتنج او اللي هي الطباعه ثلاثيه الابعاد اللي احنا اخذنا منها بعد كده الكات كام والسرك والكلام ده كله، خلى ان التركيبات اللي احنا بنعملها اكيوريت انف ان هي ما تدخلش حاجه تحتيها، تحافظ على السنه اللي تحتيها ما فيهاش اي مشاكل. دي نقطه. تاني نقطه التكنيك بتاع الدكتور بتاع التركيبات نفسه، ان هو بيخلي الجنكشن او الوصله ما بين السنه والتركيبه سب جنجيفلي يعني تحت اللثه، بتبقى قافله على اللزق اللي موجود في القصه دي، بتطول يعني بتحافظ على 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 الاسنان اللي تحت التركيبه بشكل عالي جدا. فالكلام ده كله نقدر نستخدم فيه التركيبات، لكن اعوض سنه. طب ما انا كده كده مش هقدر اعمل حاجه في العظم، ما العظم هيكش مني وهيكشف لي الجذور وهتسوس تحتيها ومش هعرف انضفها، يبقى مين احسن؟ دي ليها حاجه ودي ليها حاجه، هي كومبايند. نورتنا دكتور كريم. الف شكر يا دكتور ايمن. يعني القيمه العلميه الكبيره اللي بسعد بوجوده معنا المبدع استاذ دكتور كريم مكادي، اضفت لنا كتير يا كريم. أنا سعيد جدا بوجودك معنا، سعيد جدا بإخلاصك وتفانيك وعملك الدؤوب اللي بينبئ عن شخصية خاصة جدا في عالم طب الأسنان، أعتقد إنها حفرت مكانة كبيرة في هذا في الإليت في هذا المجال، وأعتقد في المستقبل هتصنع الكثير. نورتنا. خليكم دايما مع دكتور.